بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء عبر قناة ليبيا الرسمية وكذلك مستمعينا. البرنامج يبث مباشرة على الفضائية الرسمية وعلى قناة ليبيا الرسمية المسموعة 93.4. طبعا في إطار التوعية للمواطنين واجب علينا أن نكون دائما مع كل مواطنينا في ليبيا حتى تمر هذه الأزمة بخير بعون الله تعالى، وحتى هذه اللحظة ليبيا خالية من وباء الكورونا. باسمكم جميعا نحيي الدكتور بشير البراني رئيس قسم الأمراض السارية على التزامه معنا وتجاوبه، وللأسف معظم الدكاترة قافلين هواتفهم، يجب أن يتجاوبوا مش معنا احنا فقط، مع كل وسائل الإعلام، لأن مطالبين وسائل الإعلام بتطمين المواطنين وإبداء الملاحظات في إطار التوعية الشاملة. أيضا حنعرج اليوم على طبعا في إطار هذه الأزمة هاتف ليبيا وشركة LTT سارعوا بتخفيض أسعارهم حتى تمر هذه الأزمة بخير بعون الله. مشاركتكم دائما على الرسائل القصيرة 092-122-0400. الحلقة الماضية جونا 420 رسالة، وطبعا بعد ما روحت أنا زعلت من رسالة حقيقة، حتى أبنائي قالوا لي لازم تنوع عليها. أحد المواطنين من خارج مدينة طرابلس قال لي علاش ما قريتش رسالتي؟ احنا رسالتك لما روحت البيت الرجع في الرسائل وصلت فيها الساعة 1 في الليل. أنت عارف وقت البرنامج ساعة وما نقدروش نقروا كل الرسائل، فأرجو يكون توضيح اللي ما قروش رسالته معناها الدور نتاعها ما جاش. دكتور مرحبتين بك. أهلا وسهلا بك. نحييك باسم كل المشاهدين ومسؤولي قناة ليبيا الرسمية والعاملين فيها على التزامك وتخصيص وقتك الثمين حتى تساهم في توعية المواطن الكريم. بارك الله فيك، مناش في جميل. نسمع منك مقدمة، تفضل دكتور. طبعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. بعد إذ بدأ أطمن مرة أخرى إخوانا المواطنين في ليبيا أن إلى حد هذه الساعة لم يتم إثبات أي حالة لمرض كورونا، الحمد لله، بالرغم من كثرة حالات الاشتباه اللي تم تحليلها يعني وأثبتها إنها سلبية. نعم الحمد لله رب العالمين. واليوم توصلت معاك على حالة الاشتباه اللي كانت في مبنى بريد شارع الزاوية مقر الهيئة العامة للاتصالات المعلوماتية، وأيضا المبنى تتواجد فيه شركة البنية، وللأسف تسرع بعض الموظفين بنقل أخبار غير صادقة. حالة الاشتباه موجودة، وتعاونوا معنا الجميع بما فيهم حضرتك، وتعاونوا معنا المركز الطبي دكتور نادر شلاكة. ولكن الشخص اللي نشر وقال احنا حزونا في المبنى، اولا الحجز هو التوقيت الانصراف مازال موصلش، توقيت الانصراف متاعك كموظف مازال انت مروح حوالي الساعه 11:30، وبعدين لما يحزوك هي تقريبا حوالي 20 دقيقه للاطمئنان على صحتكم، حتى رد علينا الدكتور بشير ورد علينا الدكتور بدر الدين الدلالي والمختصين لسلامه الجميع وكل الناس اللي هم في الامن والسلامه، سواء في الهيئه العامه للاتصالات المعلوماتيه او في شركه البنيه، تعاونوا جميعا من اجل الاطمئنان على الموظفين بالكامل. لكن تتسرع وتكتب انت في الفيس نتاعك بان الموظف طاح من طوله، كيف طاح من طوله؟ ما طاحش من طوله، احنا حاضرين اني شاهد عيان، منين جبت انه طاح من طوله؟ وتقول حاله اشتباه مؤكده، كيف تاكدتها انت بالعين المجرده؟ اذا كنت زعلت لانه وقفت 20 دقيقه باش يطمئنوا على صحتك، فارجو يعني، ورغم انك احنا نعرفوك رجل مؤدب رجل محترم لقيمتك، ولكن تسرعت في هذا الخبر اللي دار ضجه داخل ليبيا وخارجها. لكن الحمد لله داركنا الامر وتابعنا حاله هذا الموظف، والان في بيته ينعم مع اسرته واطفاله، وتاكد بان ما عندهاش اي يعني حاله اشتباه في فيروس كورونا. وساعدنا الدكتور بشير البراني مشكور يعني حوالي 4-5 مرات رغم انه في العمل منهمك، ولكن دلنا الصعاب. وشكرا للدكتور نادر طبعا من المركز الطبي والعاملين في الطب وكل مستشفياتنا، اللي قال لي حتى حرارته راهي 36 درجه ونص. الان السؤال يا دكتور، احنا عرجنا على هذه الملاحظه، قالوا لنا اذا كان ترامب هو اشتبهوا فيه خذوا منا التحليلات، التحليلات طلعت ثاني يوم، انتم كيف في ليبيا
خلال 3 ساعات تطلعوا في التحليل. بالنسبة للتحليل لأي مرض فيروسي هناك أنواع من التحليل. التحليل المستخدم حاليا هو تحليل تقنية البي سي آر، الريال تايم بي سي آر. الريال تايم بي سي آر هذا المدة متاعها من 3 إلى 4 ساعات تطلع النتيجة، طبعا حسب كمية العينات. بالنسبة لنا احنا يتم تجميع العينات إلى غاية مثلا ساعة معينة، مثلا الساعة 11 الساعة 12، ومن ثم يحطوهم مرة واحدة في الجهاز 3 ساعات، على الساعة 2 3 تطلع النتائج. فهذا هو الوقت بالنسبة للجهاز. ثاني يوم ربما يشتغلوا بتقنية أخرى، ربما عندهم عدد هائل من الحالات، لكن البي سي آر سواء كان في الفيروس كورونا أو في أي فيروس التقنية متاعها من 3 إلى 4 ساعات ممكن تطلع النتيجة. نعم. وفي حتى تحليل أخرى ما عناش من احنا البرة، اللي هو التحليل السريع متاع الكومبو أنتيجين أنتيبودي، هذا ممكن يطلع في خلال نص ساعة. هذا اختبار مبدئي، اختبار سريع، لكن الاختبار الكونفرميشن أو الاختبار التأكيدي هو الريال تايم بي سي آر. ما فيش احتمال توريد الجهاز هذا؟ لا، هم الجهاز هو التحليل السريع. لا، ريال تايم بي سي آر أدق. أدق. أدق في النتائج. أدق. أيه. يكلف هلبة بس أدق يعني. نعم نعم. إذا الموظف اللي أثار الضجة والشباب اللي تواجدوا وحتى لما وقفوا السيدات والموظفين للإطمئنان على صحتهم، لأن رد علي الدكتور بشير وقال لي لا، اللي اختلط به ينتظر حتى تطلع التحيات، لكن الباقي يقدروا يغادروا. أي حالة مشابهة لهذه الحالة اللي حدثت اليوم وصارت ضجة خارج ليبيا وداخل ليبيا، وتوصلنا احنا مع كل الخيرين ومع قناة ليبيا الرسمية مشكورة، ليبيا الوطنية وكالة الأنباء الليبية، جاوبوا معنا في حوالي في دقائق معدودة ونفوا هذه الشائعات بناء على تصريحاتنا. يعني لما تحدث حالة في أي موقع يا دكتور، من اللي هو إذا كان الحالة فعلا اشتباه، من اللي يتحفظوا عليه؟ هل كل العاملين في المبنى أو الشخص اللي هو الشخص المخالط لي مباشرة؟ حالة الاشتباه هذه يتم أخذ منها العينة والحفاظ عليها في مكانها، والمخالطين مباشرة في نطاق 1 متر، هذول 1 متر يتحفظ عليهم. نعم. لمدة 14 يوم. 14 يوم كفترة الأعراض متاع اللي هي فترة الحضانة متاع المرض هذا. نعم. 14 يوم للمخالطين فقط لهذا الشخص اللي هو حالة اشتباه، لكن عندما ثبتت أنها سلبية معناها حتى المخالطين يروح. الحمد لله مرت بسلام. أرجو توخي المصداقية وعدم التسرع وعدم إثارة هذه البلابل، لأن رأي المشكلة الآن يا دكتور في الشائعات هذه راهي تسبب هلع لكل المواطنين. حتى في موقف ثاني صار اليوم، يعني بنأكد على أخواننا في خارج العاصمة ان لو في اي حاله ما يتسرعوش ويحطوها في سياره اسعاف ويحولوها، يحتفظوا بها في نفس المكان الى غايه ما تجي مندوب الرصد في نفس المنطقه ويقوم باجراء اللازم. اليوم فوجئنا بان حاله من مدينه غريان وضعت في سياره اسعاف رغم النصيحه الطبيه من مندوب الرصد بان البقاء غادي واجراء التحاليل اخذ العينه فقط. يمشوا لها في مكان يا دكتور؟ في مندوب الرصد غادي يتولى اخذ العينه وتنجاب العينه ويتحفظ عليه في مكانه وتنجاب العينه بالسياره الى المركز الوطني، فحطوه في سياره اسعاف في وصل طرابلس الساعه 6:30، جانا احنا الساعه 8 ما عندهاش نفس حاله الموضوع بتاعكم، لا حراره ولا اعراض صدريه ولا اي شيء، خدنا العينه تاكيدا طلعت سلبيه وتم رجوع الى بيته واموره تمام تمام. فقصدي نصيحه لكل الاخوان الرصد، اخوان اللي في الصحه، لكل القطاعات، لو في اي حاله اشتباه خليها في مكانها لغايه ما يجيك مندوب الرصد او يجيك مندوب المركز الوطني او يجيك العون لاي مرفق صحي في كل بلديات في مندوب الرصد. لكن لو انت تحرك في سياره اسعاف لو لا سمح الله حاله ايجابيه، فانت كل اللي لقوها في الطريق بيصابوا، فهذا اجراء خاطئ. الحاله تحفظ عليها في مكانها ارجوك. ايضا ملاحظه سلبيه للاسف، ارقام اعلن عليهم المركز الوطني لمكافحه الامراض، ان شاء الله الدكتور بدر الدين النجار يسمع فينا ويهتم بهذه الملاحظه. الارقام الثلاثه اللي نشرتوهم عندنا للاسف راهم يردوش. ارقامكم الثلاثه اللي اعلنتوا عليهم للناس وتكون متاحه للناس للتبليغ على اي حاله اشتباه راهي متردش. جربنا القصه اليوم، هذا ما اضطرني، ازعجت الدكتور بشير براني اللي كان متعاون معنا بشكل كبير جدا، وهو اللي طبعا تواصل معنا حتى ثبتت ان هذه الحاله حاله سلبيه والحمد لله. الموظف الان في بيته والحمد لله. من كثره الرسائل دكتور اللي قبل نجيني اعلنا على الحلقه حتى الان 420 رساله، نبغى نمشي للرسائل مباشره لان الرسائل فيها تنوع وفيها فائده للجميع. اول رساله يقول بالله يا عم الهادي، هل المرض ينتقل عن طريق الفلوس؟ بالنسبه للنقود طبعا النقود بتختلف حاليا في بلادنا احنا
بعدم انتشار الوباء النقود لا تنقل، لأن لحد الآن ما عندناش حالات مثبتة، لكن النقود في البلدان الموبوءة زي إيطاليا وما شابهها وخصوصا ماكينة السحب النقدي ممكن تكون ملوتة بإفرازات الشخص تاني قبلك ممكن تنقل المرض، لكن حاليا في بلادنا في عدم انتشار الوباء والحمد لله النقود تعتبر سليمة والحمد لله. السلام عليكم عم الهادي، أنا أم أنس من العجلات، نبي نعرف ما فيش علاج حتى هذه اللحظة على مستوى العالم. كلها تجارب وكلها يعني أبحاث وكلها تجارب قاعدة ولم ما فيش إثبات. في حالات تحسنت يعطوها بعض الأدوية زي أدوية الروماتيزم قلنا وأدوية الملاريا وأدوية الإيدز، في حالات تحسنت لربما بسبب الدواء لربما بسبب طبيعة الفيروس أن يتحسن بروحها، لكن لحد الآن ما فيش أي دواء مثلا إلى الآن في العالم ما فيش دواء، لكن معظم الحالات تحسنت بالدواء أو بدون دواء. علاش الدكتور يسأل سؤال وكثير الأسئلة هذه، يقول لك علاش ليبيا عطت في أسبوعين، علاش العالم يعطي في أسبوعين، علاش ما عطتهمش الشهر الماضي؟ هو الفيروس هذا طلع في مدينة وهان الصينية من شهر 11، ما هو بدينا قوس الخطر يدق لما بدت حوض البحر المتوسط يطلع فيها المرض هذا. إيطاليا، تونس، الجزائر، المغرب، حاليا موريتانيا حالة واحدة، الجنوب، نيجيريا، بعد الصومال حالة واحدة، فلما بدت حوض البحر المتوسط مصر حوالي 100 وشوية، فبدينا قوس الخطر، تركيا كذلك، اسطنبول، فبدينا قوس الخطر يدق، فلهذا لازم ناخذ احتياطات احترازية استباقية. لكن أكدت لنا أن الفلوس إلى الآن مش مؤكدة تنقل في ليبيا، هو الفلوس لو ملوتة بإفراز الفيروس تنقل حتما، نعم، لكن في ليبيا مستبعد جدا لأنك ما عندكش مرضى، ما عندكش فيروس، ما عندكش مرضى، فلا تنقل. يعني تأخر مرتب واحد واثنين في صالحنا كنا. حياكم الله يا تريس الوطن، ربي يعونكم وربي يحمي الوطن يا رب العالمين. يقول السلام عليكم، التواصل مع جهاز الامداد الطبي لتقصيرهم في توفير دواء السيكلوسبورين منذ أشهر لمرضى زراعة الأعضاء، وهو دواء حياة أو موت. هذا دواء يعطى لزراعة الأعضاء وحبة المناعة، فمن فترة لفترة ينقص. نعم. طبعا هذه طبيعة كأي أدوية في هذه الأزمة. نعم. أنا عندي طفل عمره 5 شهور، ما هي الإجراءات الضرورية؟ وهل الحليب له ضرر؟ وهل يجب غسل العلبة أو مش ضروري؟ أرجو الرد. لا، وطبعا بالنسبه للحليب الصناعي لازم تكون العلبه نظيفه جدا، ما تكونش ملوثه. يعني اصلها من برا يا دكتور؟ لا، هي لازم تكون نظيفه، يعني ما تعطيش في العلبه اللي فيها الحليب، لان ممكن تتعرض الى نزلات معويه قد تكون قاتله اكثر من الفيروس. نعم. نشكركم كثيرا على هذه التوعيه، ونشكر قناه ليبيا الرسميه اللي فتحت طبعا ابوابها لتوعيه الناس في كل ليله. وايضا نبي نسال، هل ينتقل الفيروس في الهواء الجوي؟ الهواء الجوي لا ينتقل الا هو مسافته متر، وان كان هناك بعض الاقاويل على سبق التواصل ممكن ينتقل عن طريق الهواء، ولكن لم يثبت ان انتقاله، لان فيروس هذا على طول يكون ملاصق للاسطح ولا ينتقل عن طريق الهواء، لم يثبت يعني فعلا مسافته متر واحد فقط. كويس. انا مصطفى البرعصي من البيضاء، شنو صار في المرتبات 1 و2؟ الموضوع يشغل بال الناس، خلينا نجاوب عليهم. الدكتور طبعا سالم السيوي مدير إدارة منحة أرباب الأسر أفادني بأن غدا الخميس تتحول مرتبات شهر 1 2020 إلى المصارف التجارية، يعني من الأسبوع القادم 2-3 تأخذوا شهر 1 في المصارف التجارية، شهر 2 يمشي نهاية الأسبوع القادم، لكن الآن نبغوا ننصحوا المصارف يعني ينظموا الزباين بتاعهم. أنت عندكم صفحات، كل مصرف عنده صفحة تعنوا الأرقام مثلا من 51 يوم لحد من 51 للمية يوم، باش ما نبوش ازدحام، مش هيك يا دكتور؟ طبعا الازدحام مشكلة على المصرف، ازدحام مشكلة، على الأقل يديروا ساعات مثلا الساعة كذا للساعة كذا للساعة كذا للساعة كذا. هم عندهم تواصل عبر صفحاتهم المصرف. لأن وحتى لو في طوابير ديما خلي بينك وبين زميلك متر واحد، يعني متر واحد ما. لكن يبي من يلتزم به المتر هذا. السلام عليكم، بارك الله فيكم، اللهم احفظ الجميع. أمس خديت معقم ب5 دينار، اليوم رجعت بناخذ واحدة ثانية لجاري لقيتها 8 دينار في الصيدلية في 4 شوارع منطقة الدوادي اتجاه كوبري 17. يا ريت التجار يتقوا الله في أنفسهم. يعني ضروري هذه المطهرات يا دكتور؟ هو في الوقت الحاضر لا داعي للهلع ولا داعي للفزع، الناس كلها لبست كمامات ودارت مطهرات، يعني هو استخدام المطهر ننصح به، لكن في الوقت الحاضر في الوقت هو بيدير لك أزمة بيدير لك هلع، لا داعي يعني، لأن حد الآن ما عندناش ولا أي حالة سجلت. نعم. اللي عنده شكاوي الحرس البلدي في كل مناطق ليبيا تمشي له، المخالف
اليوم اللي بالرسمية وروا مخابز، يعني هذا مفروض مش يسكروا، مفروض يطيحوه. هذا كيف؟ هذه صحة الناس حتى بدون الوباء هذا. السلام عليكم. ربي احفظ عبادك. نبي نقول إلى مريض الإنفلونزا معرض الفيروس، وكيف الوقاية منه، وهل ينتقل عن طريق الحيوانات؟ كرمكم الله. طبعا هو ينتقل عن طريق الحيوانات، لكن الأكل لحوم الحيوانات الغير مطهية جيدا إيه؟ هو أكثر حاجة في الخفافيش والحيوانات ذوات الناب. الحمد لله في ليبيا ما ناكلوش في الحيوانات هذه، فهو حنا حاسس نطيبه في الماكلة كويس الحمد لله. أنا مواطن من عربان محمد القماطي، نطلب المسؤولين توفير الآتي: المستلزمات الصحية خاصة أدوية السكر والضغط والغدد، وكذلك الوقاية. ملاحظة هامة: المنطقة محتاجة للماء والوقود. اللي يحكي عن أدوية السكر والغدد والماء. الموضوع ازدحام محطات البنزين دكتور، الناس قاعدة في سياراتهم لكن طابور طويل. يقول البراقة أن الكميات متوفرة ما فيش هلع. المشكلة تعاون المواطن شبه معدوم، حتى عند ربع التنك فاضي بيوقف يعبي. يعني المفروض يعني اقل ان توصل للربع تقدر تعبي. ايه؟ وبالتالي في شوية خوف انه يقول لك لازم يعبي لك الشخص اللي في المحطة. ايه؟ هو بالمسدس. ايه؟ في عدم انتشار المرض هذا لا داعي للخوف. يا سيدي انت لي اكثر احتياط ما لقيتش من يعبي لك، خذ منديل ورقي وعبي به، وبالتالي حطه في القمامة بتاع السيارة. انتهي الموضوع. يا عمي هذه نبي نوضح مشكلة الهلع والخوف بين الناس في الشارع مع غلاء الأسعار. هل من حق الناس تخاف في الشارع وتمشي تجري للسلعة التموينية اللي زادت يعني بأسعار مخيفة سبحان الله؟ بالنسبة فيما يخص هذا الوباء لا داعي للهلع، لأن لا زالت ليبيا خالية، وكما ذكرت أول أمس أن حتى لو سجلنا حالات ما أعتقدش في هذيك المشكلة. يعني سجلت حالات في دول الجوار، الدول العربية، في دول الجوار ما فيش هذيك المشاكل هلبة. دارت مشاكل في البلدان اللي عندها ازدحامات هلبة، وعندها مناطق تجمع هلبة، وعندها قطارات، وعندها ملاعب كورة، وعندها سينما، وعندها مولات كبيرة، لكن احنا ما عندناش هذيك تجمعات الهلبة، فما فيش هذيك الهلع والخطر إن شاء الله. السيد محمد التريكي متابع جيد لنا نشكره، يقول ابعثوا لي تردد قناة ليبيا رسمية الضي هرب علينا. تبعوا معي يا شباب صح ولا غلط؟ 93.4 ولا؟ حسام مخرج أبو بكر 93.4. هاي 93.4 اللي بيتبع البرنامج على المسموع إذا كان عنده الضي هارب في البيت. السلام عليكم مع حاج عبد الهادي وحاج يحيى والدكتور بشير. لا الدكتور يحيى كان في الحلقة الماضية. اللهم احفظكم وحفظ المسلمين من كل سوء. شعب ليبي الكريم يا رب يا رب اجعلهم مخرجا من كل سوء. أخوكم من باكستان. هيك جايتني. هل يجوز يا دكتور بشير سؤال ليك يديروا حجز صحي لمعبر وازن داخل منطقة الكويت؟ هذا رأي عميد بلدية نلوت عبد الوهاب الحجام. هو أي شخص عبر الأراضي الليبية وجاي من منطقة ثبت فيها المرض لابد أن يحجر حجرا صحيا، سواء كان في عين المكان إذا توفر ذلك، أو الحجر الصحي المنزلي. لكن حين الحجر الصحي المنزلي قد يكون ما نضمنه شيء، تطلقه ما عادش تشد الشخص هذا. ففي لو كان من مناطق موبوءة طبعا الأحسن شيء أنك تدير له حجر صحي لمدة أسبوعين. وحتى الحجر المنزلي مش من حق المواطن أنه يرفض الحق الحجر الصحي، لأن في مادة في القانون الصحي 106 البند السابع الفقرة لسنة 73 الفقرة 136 تقول أي حد يعترض على الحجر الصحي يسجن أو يحكم بسجن 6 أشهر وغرامة 200 دينار أو كليهما. هذا موجود مادة في القانون الصحي 106. فيجب التعاون المواطنين بحجر صحي. الحجر المنزلي ما فيش منه بس، تقعد في حوشك في دار بروحك، حمام بروحك، تلبس كمامة لغاية ما تتم أسبوعين. إذا طلعت عليك أعراض خلال أسبوعين تتصل بأقرب مكان المركز الوطني يجوك ويقدموا لك المشورة الطبية. رسالة يقول على شركة المدار والبيانة والالتيتي درون النت مجانا حتى مدة شهر، حتى لا تمل الناس من البيوت وما تخسروا شيء، كونوا في عون الشعب في هذه المحنة. نبو رايك يا دكتور؟ والله هو طبعا داروا تخفيض 50%، لكن اعتقد لو تندار حتى مجانا فعلا عنده حق في النقطة هذه، حتى الحجر الصحي ما يملوش الناس. المخرج اذا كان الاصول بعثت لكم تاع شركة ليبيا ما دام الحديث على تخفيض الاسعار، اذا كان جاهزات اعطيهم لي. باي نقرا رسالة وجهزهم لي.
نمشوا ايضا، قال لك احنا نسكنوا في سوق الخميس مساحل، كيف تبونا نلزموا بيوتنا وما عندناش لا غاز لا بنزينه؟ شركه البراقه سوق الخميس لا غاز لا بنزينه باه. لكن مع هذا حتى ما عندكش بتقعد في بيتك، هذه تعليمات منظمه الصحه العالميه. الزم بيتك، الوسيله الوحيده لقضاء هذا الفيروس الصين وكوريا وكل جنوب شرق اسيا، تم القضاء على الفيروس بالزم بيتك. ايوه، منظمة الصحة العالمية تقول ان الفيروس ينتقل في المناخات الحارة ورطبة، صحيح يا دكتور؟ في الرطبة معك، الحارة والرطبة معك، لكن نعم. حارة جافة صعب. نعم. يقول السلام عليكم، التجار اصحاب الجسع هم اصحاب يعني ما عندهمش بمعنى ضمير ولا يخافوا الله. والله استغلال المواطن في هذه الظروف هذه جريمة يا دكتور. الاسعار السلعة التموينية، صندوق الزيت ولا ب 90 دينار. وزير الاقتصاد اكد بان قال عندنا مخزون يكفي 3 شهور، والمواني ما زالت تجي في البواخر، ما زال هذه بطبيعه المواطن طبعا. لكن في خلال اسبوع تتوفر كل شيء يعني ان شاء الله باذن الله. نمشوا للتخفيض. شركه هاتف ليبيا بعثوا لي تو قبل البرنامج بشويه، خلينا نشوفوا الصوره امامكم واضحه. يقولوا طبعا تعلن شركه هاتف ليبيا عن خصم نسبه 50% من قيمة الاتصالات الصادرة من شبكة هاتف ليبيا إلى جميع شبكات الهاتف النقال، وخصم نسبة 50% من قيمة خدمات الإنترنت اللي معروفة بتسمية هانت، وأيضا فتح الهواتف المقفلة بسبب الديون. أي واحد عنده خط هاتف مقفل عليه دين حيفتحوه باش يسهل للمواطن التواصل عبر الاتصالات مش عن قرب وعلى التلامس. بالنسبة لي طبعا في السابق كانت الدقيقة في النهار من هاتف أرضي لنقال 14 قرش، اليوم أصبحت 7 قروش في النهار، وكانت في الليل قبل 10 قروش، الآن ولت 5 قروش. بالنسبة لإنترنت هانت كانت الجيجا بحوالي 175 دينار. بعت لي توا قبل شوية السيد الهادي عثمان يقول الجيجا كانت بسعر دينار ونص السابق خارج وقت الذروة، أصبح بعد التخفيض 750 درهم اي 75 قرش من اليوم. الهواتف المقفله بسبب الديون تفتحها هاتف ليبيا باش تتمكن الناس ان يتواصلوا مع بعض، يسرعوا لبعض ويطمئنوا على بعض. بادره كويسه دكتور، بادره كويسه لقد تخلي الناس يتواصلوا مع بعض. ال تي تي قولي شوي ونبعثوا لك حتى احنا وقوفنا في هذه المرحله. وهاتف ليبيا يقول انطلاقا من مبدا المسؤوليه المجتمعيه اتجاه الازمه الحاليه وباء كورونا طبعا وخطر تفشي الفيروس، وفي محاولة الإسهام في مواجهة وتدليل الصعاب أمام المواطنين. كل الشكر لشركة هاتف ليبيا على هذه البادرة الطيبة. في صورة ثانية اللي بعدها غير إن الصورة هذه بسرعة، هاي مخرج أيوه، هذه شعارات الزوز. ابدأ من اليوم التخفيض والهواتف المقفلة. طبعا نأكد لكم لما بيفتحوها ما تقولوش لا بفتحوهاش، لأن البعض راه عاطل في لي 5 6 سنين يحتاج وقت للصيانة. تمام، نمشوا لبقية الرسائل دكتور، إذا كان عندك أي ملاحظة. في نقطة بنقولها ملاحظة بالنسبة لمنع إقامة الصلاة في المساجد، هناك بعض المساجد بعض المصلين مسكر رؤوسهم يصلوا برا خارج بيت المسجد. هي الفكرة مش أن تصلي داخل ولا برا، هي الفكرة من التجمعات. أيوة. أنت منعوا الصلاة بس ما ديش تجمعات، فأنت لما تصلي برا فأنت ما درت شيء، أنت قد تجمع قاعد موجود، الخطر قاعد موجود لو في شخص مصاب. فننصح جميع المواطنين بالالتزام بهذه التعليمات، كنا مسلمين وكنا وجعنا ان الصلاه ما تقامش في الجماعه في المساجد. نعم. نعم. لكن لازم احنا ننفذ التعليمات حسب توصيات منظمه الصحه العالميه، تصلي برا كانك داخل فما فيش داعي انك تدير المشكله، صلي في بيتك وان شاء الله لك الاجر اجر الجماعه كما وصى به علمائنا. الحمد لله، فعلا ان معظم الناس يصلوا خارج المسجد. هل الفيروس يستطيع العيش في درجه الحراره العاليه؟ العالية جدا، وخصوصا لما تكون ما فيش رطوبة ما يعيشش الفيروس. يعيش. بالله تعودونا طرق الوقاية من كورونا، عفانا الله وإياكم وربي يحفظنا جميعا. طبعا المرض الكورونا كأي مرض تنفسي أهم حاجة طرق الوقاية هو غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، هذه رقم واحدة. رقم اثنين، في حالة أن وجود عندك أنت أعراض تنفسية يجب أن تلبس الكمامة، أو في حالة
وجود معك شخص يكون مصاب يجب أن تبتعد عليه مسافة متر وتلبس الكمامة. الشيء الآخر عدم ملامسة أفرازات المريض والأسطح هذه، وطبعا لازم الحل الوحيد هو غسل اليدين بالماء والصابون. في النقطة الرابعة طبعا طهي الطعام واللحوم جيدا والبيض جيدا، وهذا قلنا طبعا إلا في البلدان اللي عندهم بعض الطقوس. لماذا تشكل غرفة عمليات مشتركة على مستوى ليبيا وعقد مؤتمر صحفي يومين؟ أنا معاه والله، فعلا أنا معاه، حتى مسجل قبل توقيت الحلقة عن العشرة يديروا مؤتمر صحفي ويعمم على كل وسائل الإعلام أن العالم كله قاعدين حتى يطمنوا الناس، حتى يطمنوا الناس. يعني لا، مساء الخير. يرفع عنا الغلاء والوباء، ويجب محاسبة تجار الأزمات في هذه الظروف، ومع عدم طبعا نزول مرتبات ربي يسر، ويجب وجود وسائل بديلة للتعامل بالعملة لأنها عرضة لنقل العدوى. قال لك الدكتور قبل شوية إلى الآن ما تبتش أن النقود تنقل العدوى، لأن إحنا الآن العدوى ما عندناش والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نعم. السيدة تقول السلام عليكم وبارك الله فيكم وقناة ليبيا الرسمية. المرأة الحامل هل لما تخرج إجباري تلبس الكمامة عند الخروج؟ والله قصة الكمامات مشكلة لنا، فزعوا الناس. وانت حكيت الحلقة الماضية قلت اللي مصاب او اللي طبيعة عمل على ازديحة بالضبط. الكمامة تلبس الا لشخص مصاب عند اعراض تنفسية يخشى نقل عدوى لشخص ثاني، او شخص يكون بتمريض، ولا يكون بنقل شخص مشتبه به او مصاب. فيما ذلك ما فيش داعي انك تلبس الكمامة في الظروف هذه. نبو المسؤولين في ليبيا ذات العلاقة يمنعوا الناس من الازدحام في اي موقع حتى بالقوة. في بريطانيا نزلوا الجيش يا دكتور، بعض الدول المجاورة لنا داروا منع التجول. والله أعتقد هو مش بطريقة منع التجول، لكن المفروض الناس تلتزم أولا، لكن المفروض يستعينوا بأفراد وزارة الداخلية في الحد من التجمعات اللي ما لهاش مبرر يعني. نعم. في تجمعات حاليا في بعد صلاة العشاء ما لهاش مبرر يعني، مجرد أن الناس تلقاها على الشوارع تقعمز وتهدرز يعني. ما هي نحييكم عم ميلادي انت وضيفك الكريم الدكتور بشير براني، ربي يحفظ الجميع ويحفظ ليبيا من مرض كورونا. ولكن قرينا في النت 7 عروس تومه وتغلي كوب حليب ثم تصبها، يتخلط الحليب والتوم لمده 10 دقائق، هل هذا كلام صحيح؟ نبي الاجابه منكم لو سمحتوا، وامل تكرار من هذه اللقاءات. يا عم ميلادي نبوا الحلقات باستمرار، لان احنا استفدنا من الحلقه الاولى متاع اول امس. وشكرنا الدكاترة اللي معك توم وحليب. طبعا التوم حسب يقولوا خبراء الأعشاب يعني تعتبر الدواء لمعظم الأمراض، خصوصا لارتفاع ضغط الدم يعني. نعم. بالنسبة للمطهرات الدكتور، تناقلوا كثير من الدكاترة في العالم أن خل التفاح الأبيض والملح والماء يعتبر أيضا هذا معقم يعني، ومعظم الناس في ظل ارتفاع الأشياء هذه في الصيدليات، وفي حتى الصيدليات ما عادش عندها المعقمات هذه. هو المعقمات ما قلت لك الا لما انت تتمس اسطح انت شاكن ان يكون فيها تلوثت بفرزات مريض. في نقطه ثانيه، القفازات اللي كل الناس لابستها هذه قد تكون وسيله لنقل الامراض. انت لما تلبس لابسين قفازات، انت لما تلبس القفاز وتطلع بتسوق سيارتك بتمس ستيرسو وبتطلع بتسكر سيارتك وبتخش تمشي لمكان معين تمسك تلفونك وبتجي، وبالتالي هذا كل الجوانتي بتاعك بيجمع ميكروبات، مش شرط كورونا، بيجمع ميكروبات اخطر من الكورونا. فكل انت وانت ماشي تجمع وانت ماشي تجمع وانت ماشي تجمع، بالتالي لما تجي بتنحيه ما تنحيش بالطريقه السليمه، وبالتالي ممكن تمس به وجهك. انا ريت هالبناس يمسوا به حتى وجههم، وهذا قد يكون مضر اكثر من يكون نفع. فلبس القفازات الا للضروره القصوى في حاله انتشار الوباء وفي حاله تتعامل مع شخص مريض انت. الكمامه كافيه. القفاز الا لما انت بتمس او بتاخذ عينه من شخص مريض، هذه العناصر الطبيه والطبيه المساعده. لكن انت كمواطن ما عليك ان تلبس الكمامه فقط في حاله انتشار الوباء لا سمح الله، لكن في الوقت العادي لا داعي لا للكمامه ولا داعي للقفازات. ما هي نمشوا نذكروا بارقام الرسائل القصيره 092 122 0400. والله هذا ندير شعر على الصين على الكورونا، مش وقت الشعر يعني. السلام عليكم، ربي يحفظ جميعكم وكلكم، كلها خايفة من الكورونا، وين بتهربوا من ربي؟ قال ما ينفروا لي الله، احنا كنا نرجع لله سبحانه، ينفروا لي الله.
ربي يحفظكم ويطول عمركم على هذه البرامج الهادفة اللي جت في وقتها. ما هذا واجبنا. السلام عليكم، كيف حالك يا عم الهادي؟ هل ينتقل عن طريق الرياح؟ وأي فئة أكثر عرضة للإصابة حفظ الله لي؟ من هي الشريحة اللي أكثر عرضة؟ لا ينتقل عن طريق الرياح أولا، ثانيا أكثر ناس اللي عندهم أكثر عرضة ويكون فيهم المرض صعب وشديد جدا قلنا كبار السن أكثر من 60 سنة، والناس اللي عندهم أمراض مزمنة زي ارتفاع ضغط الدم، زي السكر، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، الناس اللي تأخذ فيه علاج مطبط للمناعة، الناس اللي عندها ورام عفان الله وإياكم، هذه الناس كلها معرضة. أما الناس التانية اللي مناعتهم كويسة بما فيهم الحوامل والأطفال، عظمة حتى لو أصيبوا حيتم الشفاء بالكامل بدون أي مضاعفات. هل المعلبات وجميع السلع المستوردة عن طريق البواخر أو الطيران يمكن أن تنقل الفيروس؟ الانتقال مستبعد لأن بمجرد من بلاد المنشأ أن توصلك كل الفيروس مات حتى لو كانت ملوثة. نشكر قناتكم ليبيا الرسمية. أنا يقول حسين خرشوفة من تجورة، نطمن الناس ونشكركم على مجهوداتكم الجبارة، بارك الله فيك. السلام عليكم عمي الهادي دكتور بشير، بالله طمنوا مرضى السكر، في من دكاترة محطمينهم، قال لك في من دكاترة شرقونا. مريض السكر، أنا ننصح مرضى السكر حتى بدون الكورونا يجب أن يتابع السكر متاعه متابعة جيدة، ويجب أن يحافظ على التحليل التراكمي من فترة إلى فترة، لأن مريض السكر في الغالب يبتعد عن تحليل تراكمي وتلقاه يحل في التحليل متاع اليومي هذا ما يعطيكش مؤشر. فأنت لو أنت التراكم متاعك معدل معناه أنت إنسان طبيعي، مناعتك كويسة، فما أعتقدش يأثر عليك أي مرض آخر، كورونا أو غير كورونا. لكن لو السكر متاعك مش معدل فبالتالي مناعتك بتنزل، فبالتالي حتى البرد العادي بتأثر فيك. إذا اللي منظم السكر متاعه ما يخافش التراكمي، لو التراكم متاعه معدل وسكره معدل ما عندهاش أي مضاعفات للسكر حيكون زي شخص ثاني. قديش يكون التراكمي معدل التراكم؟ المفروض يكون اقل من 6.5، اقصى شيء 7 بالنسبه لمريض السكر. 7 معناها بعدها لازم يشوف روحه. واللي عنده ضغط؟ اللي عنده ضغط لازم يعدل طبعا حسب السن، لكن 140 على 90 هذا يعتبر اكبر، يعني اعلى قيمه، اما بعدها لازم ياخذ يعني حتى اللي عندهم مرض مزمن اذا كان هم يعني محافظين. المهم المرض المزمن سواء كان ضغط او سكر او امراض اخرى ما دارتش مضاعفات على الجسم او على جهاز المناعه. نعم. باهي نذكروا برقم الرسائل 092-122-0400، هذا البرنامج لكل الليبيين، كل الليبيين يقدروا يبعثوا رسائلهم. هل كوفيد 10 نوع من انواع الحروب البيولوجيه؟ رجب الاسود من قصر الليل. كوفيد 19 مش 10 اسمه؟ ايه كوفيد 19. والله هل بناس تقول هذه حرب بيولوجيه؟ لكن طبعا ما فيش اثباتات على هذه. واحد يقول خير الشعب اسمع بكورونا غلى الاسعار. واحد قال كانوا يقولوا لهم يوم القيامه مثلا بعد شهر المصاحف تغلى، قال هذا مش غير كورونا، في اي الازمات دائما تلقاها لهم، حتى في العالم الاخر راهو الاسواق في ضبط يعني. اي يا عم الهادي، 3 شهور ما فيش مرتبات، لا 1 و2، 3 مازال ما كملش، ما نقدرش نطالبوا به. احنا قلنا 1 غدوه بيمشي من المصرف المركزي للمصارف التجاريه، يعني لحد 2 يبدو ربما المصارف التجاريه يوزعوا، لكن نبوا نظام المصارف. المصارف التجاريه لازم تعلن عن نظام. قناه ليبيا الرسميه مستعدين اي مصرف يعطينا البرنامج نتاعنا نعلن عليه على الناس، وعندكم صفحات تتواصلوا مع زبائنكم. مرتب شهر 2 يوم منتصف الاسبوع القادم في نهايته يمشي للمصارف التجاريه. هذه المعلومه اللي قالها لي الدكتور سالم السيوي من مصري بالمركزي. ما هي نفس السؤال هذا مكرر. السلام عليكم يا دكتور، التعامل بالاموال في المحلات التجاريه هل يسبب في انتشار فيروس كورونا؟ كان يحكي عليه تو الدكتور، قال طالما احنا ما عندناش حاله الان مستبعد ما تخافوش. انا من سبها خالد بياض الماجري، سؤال مهم جدا، كيف نطمئن من عدم دخول حالات مصابه من افريقيا خاصه بان الحدود في الجنوب مستباحه والهجره الغير شرعيه ايضا خافوا منها؟ افريقيا الى حد الان غير موبوءه، يعني حتى سجلت حالات فرديه في بعض الدول، ماهيش بالعدد. والله عندي هنا موقع وصل دكتور، وصل تفضل. ماهيش بالعدد الكبير، يعني ممكن حالة في نيجيريا، حالة في غينيا، حالة يعني حالات بسيطة جدا، ما اعتقدش بذكر العدد الكبير اللي ممكن تنقل العدوى، وبالتالي وحتى ولو في حالة زرقط فيه مندوبين رصد في كل مناطق ليبيا، يعني حيقوموا بدورهم في يعني احتواء هذه الموضوع بحول الله. ايضا نمشي لرسالة جديدة. عندنا جارتنا كيف مروحه من تونس واليوم جتنا ما بيناش نفتحوا لها الحوش يا دكتور.
والله أنا أنصح زي ما قلنا، يعني هو الإجراء سليم، أنت مروحة من تونس وقالوا لك مفروض تقعدي في حوشك، علاش جاي تخبطي على جيرانك وتحرجي فيهم؟ الإجراء سليم، ما فتحوا الحوش، ما فيش حرج، إلزمي بيتك أسبوعين وبعد أسبوعين مرحبتين بك. تو اللي جايين اللي بين من الخارج ودخلوا هذا الأسبوع، هل تأكدوا منهم في المنافذ يا دكتور؟ هو أنا قاعد أؤكد أن في المنافذ حيقيسوا درجة الحرارة. هنا درجة الحرارة الطبيعية لا تعني شخص خلوه من المرض، قد يكون فترة الحضانة. نعم. وعليه فإن الشخص اللي جاي من منطقة موبوءة وما عندهاش حرارة يجب أن يطلع طول للحجر في بيته، الحجر المنزلي. نعم. الناس اللي جاية مثلا من منطقة من مناطق اللي فيها المرض، الناس اللي عالقته خارج ليبيا، أنا أعتقد سمعت أن في تركيا حيتم تسكينه من مدة 21 يوم، وهذا إجراء سليم. نعم. يتم تسكينه 21 يوم، لو طلعتش عليه أعراض حيتم أخذه من الفندق طوالي إلى الطائرة ويتم الرجوع به، حيكون سليم يعني. نعم. نذكر أيضا من حين لآخر بأرقام الرسائل القصيرة 092-122-0400. أعمل هادي معك محمد عيسى محمد الشيخ من العوينات، الله محفظ بلادنا من كل المرض يا رب العالمين إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا على توضيحكم المواطنين، لكم الشكر والتقدير، ورب يحمي ليبيا من هذا المرض والقماطة العلوص، بارك الله فيك. مرتبات تكلمنا عليهم، تكلمنا عليهم المرتبات وقلنا غدا شهر واحد يتحول المسار. أنا خدمتي يا دكتور ميكانيكي سيارات وخدمتي بالبنزينة، هل البنزينة تقيني من الكورونا؟ يعني عامل هي البنزينة يعني ما قد يكون لها مفعول قاتل على بعض الميكروبات والجراثيم، لكن في الوقت الحاضر ما فيش مرض، ما تخافش، ميكانيكا وغير ميكانيكا يعني. نعم. ما هذا يشكر في البرنامج بارك الله فيه. العمالة الموجودة ببلادنا الواجب مراقبتهم وتوعيتهم بلغتهم. اللي عنده عامل لجني المفروض هو الخطر من العمالة، أهم حاجة نتأكد ما عندهاش درن مفتوح بس أو درن مقاوم، أخطر من الكورونا. يقول لك يا دكتور قديش نسبة احتمالية يكون الشخص مصاب ونتيجة تحليل البي سي آر تكون سلبية لازمه؟ لا لا، البي سي آر تصل نسبة الدقة متاعها حتى لغاية 97%. ما يقول لك أنا ريحتوني في هذه الحلقة لأن التراكم بتاعي 5.5. تمام تمام. وسكري العادي ديما في 90. تمام، حافظ عليه. بالله بنسألكم شنو الشيء اللي يقوي المناعة؟ يكون الأكل بتاعك جيد ومعتدل، كثر من الفيتامينات والبروتينات باش يكون الأكل بتاعك جيد كويس، واللحم يكون طيب كويس، يكون طيب كويس. نعم، لابد. حاجتين أنت قلت، البيض تقريبا، البيض وال يكونوا طيبين كويس. أي، واللحم. باه، نحييكم ونحيي ضيفك الكريم. ليش نشوفه في كل الدول حتى الفقيرة ترش في الشوارع بالمبيدات ونحن لا يوجد أي شيء، نحس المواطن ما عندهاش قيمة؟ الدول اللي نشوفها ترش في جنوب شرق آسيا موبوءة، هذه ترش بالمواد مطهرة وليست مبيدات. إيه؟ المبيدات للحشرات. نعم، فهم يرشوا بالمواد المطهرة والمعقمة. نعم. يقول ذكر الله أكبر لو كانوا يعلمون يعني بالرجوع إلى الله بذكره والاستغفار أكبر من كورونا وأي مرض آخر. بارك الله فيك. طبعا. بارك الله فيك، بالتأكيد الله أكبر. نعم، نواصلوا مع رسائلكم عبر هذه الحلقة الخاصة لتوعية المواطنين. دكتور بدر الدين النجار مدير مركز مكافحة الأمراض، يا ريت تعطيني إشارة على النقال إذا كان بالإمكان أن نتواصلوا معك، وأرجو من كل زملائك أن تحتهم ما يقفلوش نقالاتهم، والأرقام اللي أعطيتوهم للناس باش يتواصلوا معاكم راهم ثلاثة، راه ما فيش مين يرد عليهم. الحالة اللي صارت اليوم تعبنا، لأن اتجهت للدكتور بشير براني رغم أنه منهمك في العمل لكن اهتم بينا ورد علينا وساعدنا وسهل لنا أمورنا، فأرجو الملاحظة هذه إذا كان تسمع فينا ترد عليها وتكون معنا. دكتور، هل حساسية الربيع يعني مضرة؟ وهل هذا وقتها يعني حساسية الربيع؟ هي هذا وقتها في عمل دخول فصل الربيع، هذا وقتها. لو الأطفال عندهم حساسية الصدر وهم أقل من 10 سنوات هل يؤثر لا سمح الله هذا الفيروس؟ إذا كان مزمنة وياخذوا في أدوية خصوصا الكورتيزون أو يتم مطبة المناعة فحيكون المرض عندهم وخيم أو شديد يعني. وكيف يحافظوا على صغارهم؟ هي لازم المتابعة المستمرة. ياخذ الدواء بانتظام، المتابعه مراجعه الطبيب بانتظام، والابتعاد عن الاشياء اللي بتهيج الحساسيه كالغبار والمجهود الزايد والاشياء الاخرى يعني. نعم.
بيتابعوا الدكتور يعني. دكتور نعم. نبي نسأل الدكتور بشير مشكور، الحالات اللي شفوه من المرض بس عالجوهم قال لك؟ معظم الحالات شفيت بدون 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 علاج، يعني مجرد محاليل وأدوية مخفضة الحرارة. في بعض الحالات قلنا أعطوهم بعض الأدوية، في اللي حاول بالكلوروكوين والملاريا، في اللي حاول بالأتازانافير متاع الأيدز، في اللي حاول بالسكليزماب متاع مرض الروماتيزم، حاولوا أدوية أخرى والكل تحسن. نعم. والكل يقول من الدواء هذا، لكن ربما من الدواء هذا ربما من طبيعة المرض نفسه يتحسن، لأنه 95% من المرض هذا خصوصا في الناس اللي مناعتهم كويسة يتم الشفاء بالكامل يعني. نمشي لرسالة ثانية. بالله عندي حساسية موسمية، صغاري عندهم حساسية موسمية، في خطر عليهم، وشنو هي النصائح؟ كنت تحكي عليها الحساسية الموسمية، ياخذ الحقنة الموسمية هذه تمشي الأمور يعني. نعم. تحياتي ليك وللدكتور بشير براني. هل غسل اليدين بالصابون كفيل بالقضاء على فيروس كورونا؟ تعليم ابن وليد. كفيل. كفيل. غسل يديك بالماء والصابون ينحي 99% من كل ميكروبات اليدين. 99%. لازم يكون بالطريقة السليمة والموجودة، تلقاها بالطريقة السليمة، خش على موقع المركز الوطني في مطويات موجودة، هيعطيك الطريقة السليمة لغسل اليدين. ممكن تشرحها لنا دكتور حتى يستفيد منها المواطن؟ مرة هو رئيس الاتحاد الدولي فنتينو يغسل في يديه حوالي 41 ثانية. يطلي في يديه بالصابون. هي الطريقة إيه؟ أن بتاخذ المحلول الصابون وبتغسل يديك، طبعا لازم تتأكد من بطن الكف هذه بالطريقة، بطن إيه؟ الكف هذه لازم تتأكد من ما بين الأصابع بالطريقة هذه، ما بين الأصابع بالطريقة هذه، وبالطريقة هذه، وبالطريقة هذه، وما تنساش طبعا باطن الكف، لأن باطن الكف في العادة يغفلوا عليه. فتأكد خصوصا الأماكن بتاع التنيات ما بين الأصابع وما بين باطن الكف هذا تغفل، وبالتالي تغسل بالكامل وتم الأمور يعني. دكتور وضح لنا كيف يصير في الموقوفين يعني؟ يجب يكشف عليهم ولا حتى من الموقوفين إذا كان ما تعرضوش لشخص جاي من برا المنطقة الموجودة فيعتبروا محميين طبعاً. زيهم زي الثاني. لا 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 ما خدوش عدوى، ما خدوش عدوى. الناس رسائل عديدة قلت خلينا نجمعهم. يسمعوا أن في ليبيين عالقين في المطارات في الخارج ويفكروا طبعا يرجعوا بهم. قال لك احنا خايفين منهم، هذو كانوا في معظم الدول، ومعظم الدول اللي كانوا فيها هي موبوءه عندها الوباء هذا. بالنسبه اكثر مشكله في ان اخواننا عالقين في اسطنبول في تركيا، فتقريبا الجهات المسؤوله سكنتهم وقالت ان اساسا ما يرجعوش حتى لغايه 3 أسابيع. نعم. لانها تقول لك اذا وانتم في منطقه بها الوباء فلا تخرجوا منها. نعم. ولكن حتى وان رجع منهم اناس يجب أن يكشف عليهم في المنافذ، إذا كان عنده حرارة يتم أخذ عينة منه وتأكد من سلامته، ما عندهاش حرارة قلنا يذهب إلى الحجر الصحي، سواء كان حجر صحي من دائرة الدولة أو الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوم. ما عدا ذلك ما فيش يعني. هي في حتى 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 فيه يعني حل آخر، لو تندار بواخر يعني، نحن عندنا البواخر اللي تحمل 1000 شخص، لو الناس العالقة تنجاب بالباخرة، هو ياخذ في الطريق 5 أيام يوصل هنا على الشواطئ يكمل 10 أيام فصل الباخره زي ما دارت اليابان، واذا كان اسبوعين ما عندهاش اعراض يطلع يروح. لكن الرسائل اللي تجيني في قصه العوده لليبيين من الخارج، قال لك انتم يعني شنو التقنيه متاعكم في ليبيا باش تفوقوا الدول الاخرى لما يجي في المنفذ يديروا في الحراري هذا يا؟ هذا في كل منافذ العالم ما عندهمش الا الحراره. شنو يبحثوا لما يديروا في الجهاز الحراري ده؟ يقيسوا درجه الحراره، كان درجه الحراره عاليه معنى هذا عنده اعراض ويجب ان ياخذوا منها تحليل ويجب ان يتم الاحتفاظ عليه. عاليه لقداش يعني؟ يعني تفوت 38.5 39 عندها عاليه. ما عندهاش حراره وجاي من منطقه موبوءه يجب ان يحجر صحيا. نعم. يمشي الحجر الصحي المنزلي. عندنا صورتين يعني زوز اطفال مدارين كمامات ولابسين الكلافس في ايديهم، خلينا نشاهدوهم شوف لو وصلت يعني هما صايرين دايرين الكمامات ولابسين الواقي في ايديهم، وعندنا صورة ثانية مخرج زوز كبار مدارين كمامات يولعوا في الدخان من تحت الكمامة يعني شنو فايدة الكمامات؟ مفيش فايدة. مفيش فايدة. بالله زيد وضح لنا الكمامات، لأن الناس راهي كل حد يتسابق، وبالتالي يعني نراها أن الكمامة طالما احنا ما عندناش أي حالة الحمد لله، إن شاء الله ما نسجلوش أي حالة وتمر هذه الكمامة. ما فيش داعي لبسها إلا قلنا لشخص عنده أعراض تنفسية أو لشخص بيكون بالتعامل مع شخص عنده أعراض تنفسية. وبالتالي حتى الكمامة لها طريقة في اللبس، يجب إيدك ما تلمسش الجهة الخارجية. انت ما تلبس الكمامه وتقعد تمس ايدك في الجهه الخارجيه وتمس بها اسطح ثانيه، يبقى الكمامه كان نضربط، وبالتالي تضل انت تنحي في الكمامه تمشي فتره وتمس اسطح وتلبسها مره ثانيه، يبقى هذه الكمامه فقدت فعاليتها. انت مجرد لبسها مجرد
لمنظر أو حاجة تانية. فلبس الكمامة الصحيح يجب أن يلبس بطريقة صحيحة، لا يلمس باليد الكمامة كلها، تلمس فقط اللي هو المكان اللي بتعلق منه، اللي بتعلق منه، ولما بتنحاها تنحاها بطريقة سليمة من المكان اللي بتعلق منه. إذا كانك مسيت الجزء الخارجي بيدك أو مسيت سطح ففقدت فعاليته. يقول بالله دكتور يعني زيدوا حتوا على المنافذ سواء البحرية أو الجوية أو البرية، طبعا الجوية مقفلة الآن والبرية أعتقد من بكرة هتقفل. أي. تقعد غير البحرية للسلع والبواخر فقط. تو الليبيين اللي هم عالقين في المطارات يعني كيف يعني كيف قامتهم في الخارج كيف يجيبوهم؟ بالنسبة لتركيا تم تسكينهم أعتقد المجلس الرئاسي نعم أصدر تعليماته بتسكينهم في الفنادق لمدة 21 يوم وتكفل في تركيا. في تركيا كيف سمعت؟ إيه. لكن حتى لو بعضهم رجع فمجرد أن يمشي لبيته بس ما فيش هذيك المشكلة. هو لو رجع عن طريق المنفذ حيستقل السيارة، السواق يلبس كمامة لغاية ما يوصل البيت ويلتزم بيته أسبوعين وما تخدش في ذلك المشكلة. التراكم يقول عند أمي 7.2 هذا مؤشر لازم ترد بالك، ترد بالك ما يفوتش أكثر منك. أي. هو مفروض 7 فأقل. حفظ الله ليبيا، نحب نأكد على الحجر الصحي القادمين من الخارج. قالك الدكتور خلاص سكنوهم غادي في البلدان اللي موجودين فيها باش يوفروا. لازم ان المواطن يكون واعي نعم. بهذه التعليمات، هي صح نعم. تعليمات جديده اول مره تطبق علينا، لكن لازم المواطن، لولا وعي المواطن لما قضت الصين على فيروس كورونا. نعم. مساء الخير، شكرا لك عم الهادي دكتور بشير لقناه ليبيا الرسميه اللي عاملين فيها على هذه الحلقات السرات من العجلات، هذا واجب واجبنا يعني. بارك الله فيكم وان شاء الله بميزان حسناتكم. متابعكم الفرجاني من سرت، بارك الله فيك يا فرجاني. السلام عليكم عم الهادي، تحيه وتقدير ليك وللكادر المرافق ليكم وللدكتور. وضحوا لنا شنو هو وباء الكورونا دكتور؟ قال لك الكورونا هذا مرض فيروسي نعم. يعني فيروسات، هو فيروس الكورونا موجود من زمان من الستينات، وزي ما قلنا هناك 4 انواع، وبالتالي بدا يتحور جينيا، تحول للنوع الخامس ما يعرف بالسارس في 2002، ثم في 2012 تحول للنوع السادس ما يعرف بمتلازمة الشرق الأوسط كان في المملكة العربية السعودية، وثم في آخر 2019 تحول إلى النوع السابع اللي هو ما يعرف بنوفل كورونا فيروس أو فيروس كورونا المسجل اللي يسموه الكوفيد 19. هو فيروس موجود، فيروس التاجي لأن شكله تحت الميكروسكوب كأنه زي التاج، هو فيروس لكن مشكلته أنه يغير في نوعه كل مرة، يغير في سلالة جديدة نعم. تكون أشد خطرا، وهذا اللي صعب أنه يقول لقاح يعني صعب، لأنه من الفيروسات نعم. الرنوية نعم. RNA، وهذه الفيروسات صعب أن تلقى لها لقاح، تغير في نفسها من مدة كل مدة ومدة نعم. مساء الخير ليك وللدكتور، وشكرا على برنامجكم، وأنتم فعلا رجال معالجي الأزمات، وربي يحفظكم ويحفظ ليبيا. هل الفيروس يؤثر على الخضروات؟ طبعا اي شيء يتلوث به ممكن ننقل العدوى نعم، خضروات وغادي خضروات. انا بنفس الدكتور عندي كحه بدت تغلغل شويه وزكام وخايفه، قول للدكتور يعمل هذه اعراض عاديه ولا كيف؟ هي مش شرط اي كحه تكون كورونا، ممكن برده عاديه، وانا نطمنك لو كان كحتك معبيه فبلغم هذه مش كورونا، الكورونا الكحه جافه نتاعها. كحه جافه. كحه جافه. كحه. والكحه شديده هي باستمرار. اي طبعا كحه الكورونا تكون كحه شديده مصحوبه بصداع شديد جدا، بحراره شديده تفوت حتى توصل ل 40 سنتي ونص، ومعها قشعريره جديده، وحس في الام شديده في الجسم. هذه بالنسبه. كيف مدارين في عياداتكم الان اللي يشعر بشويه هيك انفلونزا عاديه بيجي بيطمئن؟ حننطبق بالكشف عليه. نعم. طبعا طبعا في شيء اذا كان عندنا احتقان في اللوز او التهاب في اللوز هذا يعتبر ضد كورونا، الكورونا لا ما تديرش التهاب في اللوز ولا الحلق. يقول لكم عبد الله من بنغازي، قال الله تعالى فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، اكثروا من الاستغفار والصلاه على رسول الله. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. عمل هذه في مناطق في الدواخل المهمله لا يوجد فيها دكاتره، سميها لنا. العالم كله يتبع فينا، سميها خلينا نسموها للمسؤولين. المسؤولين يتابعوا يرصدوا في البرنامج، والملاحظات اللي فيها قصور وفيها سلبيات هم يتابعوها بدورهم، خاصة وزارة الصحة يعني هذا الموضوع يخصهم، عندك حق. هذا معاود سؤاله مرتين. هل يؤثر فيروس كورونا على المصابين بأمراض صدرية صحة أو لا؟ طبعا. يؤثر. أمراض صدرية مزمنة. إيه. يكون أشد عندهم يعني. نعم. قال لك هل الفيروس ينتقل عن طريق الهواء؟ لان بدينا حتى الباب ما عادش نفتحوا فيه، والنوافذ محمد الريشي لا ينتقل كنا. يفتح النوافذ يفتح يفتح يفتح، بالعكس سرعه الرياح تساهم في طرد الميكروبات.
الدكتور الحلقة الماضية قال في وراكينة، مش كل الوراكينة، قال في قنينة بيضة، يعني في الوراكينة يجب أن لا تتعرض لأشعة الشمس. الجالونيات نتاعنا شفافة، شفافة تشبه من خلالها اللون الوراكيني ولون الغامض السائل اللي فيه. في وراكينة شيء نتاعها بيضة معتمة ما يبانش منها السائل، ما يبانش منها، هذه مش متعرضة لأشعة الشمس، وهذه تكون فعالة وبستخدمها في تطهير الأسطح. قلنا تاخذ إيترا وتاخذ سنتي أو اثنين من وراكينة تخلطها وترش بها الأسطح، كافية لتطهير كل الأسطح. إيترا سنتي، سنتي أو اثنين سنتي يطهر بها الأسطح والأبواب، يا ما تطهر بها بشاشة أو تحطها في قنينة متاع الرشان هذه وترش بها الأسطح وتمسح، كافية لتعقيم، مش شرط تاخذ مطهر من السوق يعني. قال لك جابونا ندار بقطع الكهرباء، هذا وقتها احنا من زد دمان. لا مش وقتها والله، لا مش وقتها قطع الكهرباء، مش وقتها، فوتوا وساعدوا الناس. كل القطاعات مطالبين ان يوقفوا مع الليبيين، وهيك المنشور معمم فيه يعني. السلام ارجوك يا دكتور انصحنا ببعض المطهرات العاديه والاكل الصحي. قال لكم الاكل الصحي اتكلم عليه، والمطهرات قال لكم الوراكين اللي هي في شيشه، خلينا نقوله بالعاميه، ما يبانش منها المطهر، مش الشفافه، سنتي في ترمية اللي بيعوا فيها مكتوب على كلوركس. كلوركس اي تقول قد في دعايه والمي الموجوده في السوق اللي بيعرفها. أيه. او المي والصابون كافي، مي وصابون، مي والصابون، واي نوع من الصابون يجي قدامك كافي لتطهير يديك من الجراثيم والميكروبات. ومعناش عرفنا شو ناكله، قال لك هذا خايف بيننا. لا لا كل اي شيء، المهم يكون طيب كويس. ايوه انا دكتور شددت ان لازم اللحم والبيض يكون طيب كويس، لان في دول جنوب شرق اسيا بدايه الفيروس كان من اكل لحوم حيوانات مش مطهيه كويس. هو موجود في دوات الناب اللي هي الخفافيش وبعض الحيوانات دوات، احنا بعد عليها يعني، فهذه انتقلت منهم يعني. ام شاهد تحييك يا دكتور وتقول لك هل نبخر الحرمل والقسط الهندي ليه فائده الوقايه من فيروس كورونا؟ هذه اعتقادات الناس. لا اعلم، الله اعرف. السلام عليكم، بارك الله فيكم، اشكركم على هذا البرنامج والعاملين معكم في ليبيا الرسمية. نحييكم تحية كبيرة، واللي بين يحيوا فيكم يا دكتور والقناة، وأيضا يقولوا يا ريت كل ليلة تكونوا معنا باش تطمنوا الناس. نصر الله السلامة ابن الزاوية. الدكتور كثرنا عليك كيف الاستضافة ولا معنا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ونني بنكرر الملاحظة بالله، الناس المتخصصة كيف تقفلوا نقلاتكم؟ كل الزملاء العالميين يتصلوا بيا يقولوا للدكتور اللي نكلمه يقول باي يردوا علي شوي يسكر تليفون. علاش؟ هذا واجبك انت، كيف؟ كيف؟ نجو احنا العالميين لهذه بتخصص، تكلم يقولك اعذرني، تكلم يقولك انا بعيد، شنو بعيد؟ نحجزوا لك فندق نهار بتجي في الحلقه. هذه امانه لازم تأديها الان. باللي ارجو من المستشفيات المتخصصين هذا المسؤول يكلف الدكاتره والزعوم على وسائل الاعلام ارقام. يا دكتور بدر الدين راهي الارقام اللي علمتوا عليها وعممتوها في رسائل قصيره، الارقام الثلاثه اليوم ما يردوش، جردتهم بنفسي نرى. وانا حتى مستعد رد على اي استفسار عبر صفحتي على شبكه التواصل باسمي شخصيا بالانجليزي بشير براني، وانا مستعد ردها في اي وقت. بارك الله فيك، اكتب لنا هذا بالسبيلنج نتاعك دكتور باش نملوه على الناس. ايوه بشير براني بالانجليزي، تو نمل عليكم السبيلنج. بشير براني بي اي اس اتش اي ار براني بي يو دبل ار اي ان اي، مش هيك دكتور؟ بالضبط بالضبط. سجلوها وتقدروا تسالوا الدكتور ونساعدكم. انا حنخلي الرسائل مفتوحه طول اليوم ونحولها للدكتور، مش هيك دكتور؟ ما عنديش مشكله. السبيلنج تكتبوها انت به بي تاع بوكس هذه بي اي اس اتش اي ار براني بي يو دبل ار اي ان اي صفحة الدكتور بشير براني. باهي عندي حسيت صدري يقول للربو، وانا توا عندي بحة في الصوت، هل هذا عادي ولا ماذا افعل؟ نبي حاجة لزيادة المناعة. لازم تعالج نفسك، علاش البحة؟ ربما في ضيق في الشعب الهوائية، والمناعة زي ما قلنا داوم على العلاج والاكل الجيد. يقولوا فيتامين سي كويس يا دكتور. فيتامين سي كويس، فيتامين اي اند اي كويس، فيتامين دي حتى هو كويس،
بروتينات حتى كويسة يعني تساعد على تقوية جهاز المناعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوكم كل ليلة معنا في حالات واللي ما فيش بارك الله فيكم ما فيش حالات طبعا دكتور حد الآن ما فيش حالات الحمد لله. تقدر تخشوا على موقع المركز الوطني كل يوم يديروا في تحديث للحالات الموجودة حتى على موقعهم شبكة التواصل كل تحليل تندار تطلع يعني كل يوم ويوم يعني. السلام عليكم يا عم الهادي أنا عبد الكريم من درنا. ما فيش خبر على الرواتب قلت لكم أنا مرتب شهر واحد غضوة يمشي من مصرفي بالمركزي مش تمشوا للمصارف غضوة ما فيش المصارف بتتحول غضوة من مصرفي بالمركزي بيت المال للمصارف التجارية اللي في حساباتكم يعني السبت ما يخدموش مش عارف كان داروا خدمة على خاطر الليبيين ما نعرفش كان نتبعهم قالوا بنشتغلوا ونبلغوكم يعني بالكثير الاثنين تبدوا تسلموا مرتب واحد مرتب شهر اثنين مصرف ليبي مركزي حيحول الأسبوع القادم للمصارف التجارية. أنا ننتظر في شركة الـ LTT على أساس أنه بيبعثوا لنا مساهمتهم في هذا الموضوع ما جاني شيء من الـ LTT به. نمشي للرسائل من جديد الوقت أدركنا رأوا رسائل عديدة كلمونا مدير القناة المهندس المحترم وسام فرحات رأوا عدد الرسائل فاق المتوقع وساعة ما نقدرش نقروا فيها الرسائل تو نسميلكم كم رسالة مازال ما قريناهاش. سؤال غريب هو السلام عليكم لماذا جانا فيروس الكورونا في 2020 يعني؟ في 2020 هذا لا شيء لا يعلمه الا الله. ايه مساء الخير عم الهادي والدكتور بشير تحية طيبة على الإشادة ابن علي الجبالي بارك الله فيك شكرا لك. أيضا منظمة الصحة العالمية اليوم الدكتور يقول السيد محمد يقول اليوم وجهوا كلام لقارة أفريقيا وقالوا لهم استعدوا للقادم أكيد عندهم معلومة في بعض الحالات بدأت نعم. تطلع زي ما قلت لك في بعض دول أفريقيا إيه؟ لا زالت يعني حالات فردية لكن زي ما قلت لك في الحلقة السابقة الفيروس هذا غريب ما تعرفش أن النهاية بتاعها كيف. نعم يقول السلام عليكم سؤالي دكتور بشير عندي زوجتي حامل وتشتغل بمستشفى شارع الزاوية قسم علاج طبيعي وريحة المجاري في القسم وإدارة المستشفى ولا على بالهم المسؤولين هناك. هي أولا ما فيش الوباء هذا فما تخافش والرايحة ما تخافش تضر هذيك المشكلة الكبيرة وزي ما قلت لك السيدة الحامل حتى لو أصيبت بهذا المرض ما فيش أي يعني زي شخص ثاني يعني. نعم الشباب كانت تعطوني صور مرة ثانية نتاعت في ليبيا حتى نعطيكم الرقم نتاع الموظف اليوم حتى يكون معنا في مداخلة باش نطمنوا كل الليبيين. هاي حاولوا تعطونا الصور نتاع التخفيض. هاي بارك الله فيك يا مخرج. هاي بارك الله فيك. ما سيد موسى المهندس موسى الشويقي ها هذه الصور نتاع التخفيض شركة هاتف ليبيا طبعا خفضوا او خصم نسبه 50% من قيمه الاتصالات الصادره من شبكه هاتف ليبيا لجميع شبكات الهاتف النقال وخصم نسبه 50% من قيمه خدمات الانترنت هانت فتح الهواتف المقفله اللي عنده هاتف مقفل بديون بيفتحوه لكم لكن مش تقول لا كذبت علينا ما نكذبوش على حد احنا خافوا الله في امانتنا لان خطك لي 5 6 سنين ما خلصتهاش مرات تلقى عاطل تنتظر لان يصينوه اعداد كبيره تقريبا 200,000 خط مسكره بالواحد. التخفيض من الهاتف الارضي لاي نقال في ليبيا كان في النهار 14 قرش ولا ب 7 قروش وكان قبل في الليل 10 قروش ولا ب 5 قروش. بالنسبه ل الهانت الانترنت هانت بتاعت في ليبيا الجيجا كانت ب 150 تو ولت ب 75 قرش. شكرا لشركه في ليبيا المشكور المهندس وسام فرحات مدير عام قناه ليبيا رسمية يتابع فينا وعرف حجم المكالمات عديدة فقال بإمكانكم تمديد الوقت لأهمية الموضوع اللي يهمنا المواطن أن يكون طبعا على علم بكل الاستفسارات نتاعها. مشكور مهندس وسام وهكذا يكون المسؤول يا دكتور. طبعا نعم الآن عندنا 415 رسالة ما زالوا به يقول شن حالك يا عم الهادي دكتور بشير الله يبارك فيك الحمد لله. نفس الشيء يقول منظمة الصحة العالمية وفي تصريح رسمي لها لإفريقيا يقولوا استعدوا للأسوأ ما يعني مش علم الغيب هم لكن هم طبعا تخصصهم لكن جاكم الدكتور بعض الدول في أفريقيا بعض الدول ما يشتغل السيد هاي تحية طيبة بعد وقف الطيران احنا عالقين في تونس مع تحياتي شاكرا مجهوداتكم محمد كرازة
زميلنا الفنان هذا، لكن تقريبا البر مفتوح ولا البر طرح تغدو ويقفل غدوة يقفل تقريبا يقفل لكن تبقى غادي اسبوعين في مكان إيه، لكن المسؤولين وزارة المواصلات يفكروا في الليبيين اللي هم عالقين برا في اللي ما عندهاش فلوس، في اللي ما عندهاش كلموا السفارات يقيموهم على حساب الدولة، على حساب الدولة بالضبط، هذا ظرف استثنائي والله. بودنا يديروا أزمة، أزمة تشتغل 24 ساعة فيها كل الوزراء والوكلاء والمسؤولين ويطلعونا في تصريح من حين لآخر، يعني على الأقل يطمنوا الناس، يطمنوا الناس بالضبط. الدكتور سؤال لكم، هل الإصابة بالفيروس تؤثر على المرضى اللي ياخذوا في أدوية مضاد الهستامين؟ أتابكم الله. ليس لي علاقة. معلش علاقة. لا أدوية الهستامين ولا أدوية الضغط ولا أدوية السكر ولا أدوية الأخرى. يقولوا البروفين، قالوا يقولوا ما فيش داعي ياخذوه توه، يعني يقلل المناعة، أنت أدرى بذلك يا دكتور. هو البروفين أصلا متعب، لو أخذت أنت باراسيتامول أو البنادول أفضل، البروفين يتعب المعدة، مش لا أنصح به، يعني قوي شديد على المعدة. نعم. تحياتي ليك اخي. هذه دول كلا ناقص، ممكن يقول الكحه ويقصد ما نعرفش كيف بنديروا دون النحل، من تجوره محمد الصغير، انت كاتب لي دول كلا، ما اعتقدش مالك يقصد الكلب او عضه الكلب، ما نعرفش، هو بعث لي هيك يعني. ايه هو مرات موجود ومرات لا. نعم. يقول السلام عليكم، يا ريت وزاره الصحه تسعى لتوفير الامدادات الطبيه لكل مناطق ليبيا لاحتواء الوباء. طبعا العمل على مستوى ليبيا كله، ما فيش انقسامات، البرنامج يكون الليبيين، هذا كلمونا من درنا من سرت من بنغازي من ابلغني إجدادي. ابلغني منامس الرئيس لجنه الازمه بان يوم السبت هيستلموا اول شحنه من المعدات الواقيه اللي تندار في اماكن العزل اللي موجوده في كافه مناطق ليبيا. يوم السبت يستلموا اول شحنه بعون الله. هيك ابلغوني يعني. نعم ان شاء الله. يعني ما زال ننتظر في الشباب ال تي تي، المهندس ياسين بلغني قال لي عندي، حنبعث لك باش تطمن الناس، احنا قاعدين في الانتظار. السلام عليكم يا اصحاب الخير والعاملين معاكم لهالتوقيت هذا، هادو شباب قناه ليبيا الرسميه. يا دكتور، هل اصحاب الجيوب الانفيه متعرضين للاصابه بكورونا؟ ورب يحفظ الجميع. اذا كان امراض مزمنه طبعا من ضمن الامراض التنفسيه اللي ممكن يكون مش اكثر عرضه، هو لو انصاب حيكون المرض يعني اكثر شده، بس اكثر شده هذه الفكره. يا عم الهادي بالله يقول لك ليه من التجاري خاف الله، بارك الله فيكم. يعني اليوم القعود الاسبوع الماضي كان ب 22 بالعظم، اليوم 36 يا جماعه، شن جبتوه امس انتم من البل؟ منين جبتوه في الطياره؟ الزيت منين جبتوه؟ هذا مخزن عندكم. انا نقصد راه مش التاجر البقال مسكين يمشي للجمله، نقصد الناس اللي التجار الكبار اللي بيبيعوا الجمله، مش كلهم، اغلبيتهم. الثمن اصبح مضاعف، حرام عليكم راهو، هذا زقوم، هذا حرام. اذا كان في اصابات وان شاء الله تكون في اصابات، حتى عامه البشر حتى مش مسلمين ما تمنوا لهمش هذا المرض، لكن ربما انت يعاقبك ربي بارتفاع الاسعار على الناس. عيب عليك يا راجل. ما فيش حاجه ما زدتوهاش، وزدت الضعف. لا تجوز المتاجره في قوت الليبيين وفي الدواء. كيف؟ الدواء ضاعف ثمنه، السلعه التموينيه، والاقتصاد قالوا لكم عندنا ثلاثة شهور يكفي مؤونة الليبيين. في زوز بواخر خشين. وزوز بواخر وباخر سكر. تفضل. السكر يقولوا لي اليوم مش عارف كم الكيس ولا. ما فيش. علاش؟ انتم زدتوا الاسعار، التجار الكبار كبير الله. هل البضاعة جتكم امس في الميناء ولا جت في الطيران؟ ما جتش. هذه مخزنة عندكم. وفي الشك حتى التخزين يعني نظيف. أرجو من خوتنا أني نعرف تقل على الحرس البلدي والجهات الأمنية، امشوا للتجار الكبار اللي مسكر مخزن ضبحوا عليه، أعطوه له خمس ست ساعات كنا افتحوه وعدوا الأكياس وتعرفوا التمن وحطوا له التمن نتاعه. كيف كورونا وغلاء التجار هلب علينا هيك؟ خافوا الله في الليبيين، حتى ربي يرحمنا. كل الناس بعتي لي يجيب 100 رسالة على ارتفاع الأسعار، وكل معظم النساء حتى هي مدارة زوجها ومعبي الكوفر وداخل السيارة وبتمشي بيه هدايا. رمضان يجيب عزمة ويجيب خير راه. نعم. ايه. السيد مراد من التيتي يتكلم فيا، ما نقدرش نرد عليك على الهواء، احنا على الهواء، يا ريت تبعت لي المعلومة في رسالة قصيرة بالنسبة لمساهمتكم في هذه الأزمة طبعا. ما
قال باي لما تصير حاله وفاه مواصله اجتماعيه نمشوا نعزوا ولا ما نمشوش يا دكتور؟ يفضل لا. يفضل لا. يفضل لا. ما دام سكرنا المدارس نفس الفكره. ايه. والمساجد. لما سكرنا المساجد نفس الفكره العزاء المفروض يكون عن طريق التواصل الاجتماعي. عظم الله اجركم وشكر له سعيكم واحسن الله عزاكم فقط. رساله ولا بالفايبر ولا بالتواصل الاجتماعي. لان الاماكن العزاء وخصوصا في الاماكن الريفيه تكون مكتظه بالناس وقد تكون سبب في نقل عدوى من شرط كورونا اي مرض اخر. ما من ولد صبراته يقول الله محفظ بلادنا من الوباء والوقايه من الوباء باذن الله اذكار الصباح والمساء ودعاء الخروج من البيت بارك الله فيك. شنو يصير في الحج هذا العام دكتور؟ والله الحج لحد الان لم يتقرر بعد ايه؟ لكن اعتقد حيصير مننا حتى في 2009 في جائحه فوز الخنزير صار منا موسم الحج والحمد لله ما كانش في هذيك الاصابات هلبه وخصوصا من بين الحجاج الليبيين يعني ما. يعني حتكون في وسائل للوقايه متوفره باذن الله. زميلنا ايهاب حقيفه يقول هل يؤثر فيروس كورونا على حساسيه الصدر؟ والسؤال الثاني مريض سكر يصل فيه قال وطبعا صغير هو المريض عمره صغير وعنده برده بسيطه نبغى نطمنه. الفيروس كورونا في حد ذاته بيكون شديد في شخص عنده امراض مزمنه فلما يجي شخص عنده حساسيه صدر بالتاكيد بياثر عليه. والعكس صحيح طبعا اللي عنده حساسيه صدر يكون اكثر شده المرض عنده من شخص ثاني. ومريض السكر دكتور؟ مريض السكر ده كان معدل سكر لازم يكون معدل سكره. اي لازم يكون معدل سكره. الاطفال بالذات المرض ماهوش وخيم عندهم ماهوش شديد. نعم. يعني معظم تعافوا منه يعني. هو حتى في الايام العاديه اللي عنده مرض بيتابعه اي بيتابعه. كويس. السلام عليكم. بعد اسبوعين من عطله كيف بيكون الوضع؟ هل يرجعوا طلبه الدراسه؟ لا مو بعد اسبوعين بيقيموا الوضع يعني. بيقيم الوضع الوبائي ايش اللي صاير في دول الجوار ويتم اتخاذ القرار يعني. يا دكتور زوجي كل ليله يسهر مع اصحابه عادي؟ لا مش عادي. ما قلنا احنا سكر عين الحوش. سكر عين الحوش. ايوه قول عمي هذه هيك قال لازم نلتزمه كنا موش يعني مصيبنا لما كتب الله لنا، لكن هذه اجراءات احترازيه ما قالهاش الدكتور ولا قالتها منظمه الصحه العالميه. بعض لازم ان تلزم بيتك، هي ما هيش تسكير راس ولا عناد. الزم بيتك قالوا لك مش بالفرق. بالضبط. قالوا لي اللي ملقارس اليوم الكيلو ب7 دينار يا دكتور، لان فيه فيتامين سي، 7 جنيه. حتى في بعض استخدم فيه للتعقيم اليدين. ايه. اصحاب المزارع يعني الليم كان الزوز كيلو بزوز جنيه اديروا الكيلو ب7 جنيه. انا ما نقصدش مساكين هذا اللي يشروا من السوق، نقصد الناس اللي هي عندها الموضوع هذا التجار الجمله. يقول كان صاحب تاكسي نلبس كمامه يا دكتور في الوقت الحاضر؟ لا في الوقت الحاضر كان ركب معك شخص يكح وعنده مرض تنفسيه البسه فيما ذلك ما فيش داعي. ما المرتب تكلمنا فيه. سبق اني كنت في تونس نعالج ونبي نتاكد باني خالي من الفيروس ونمشي. اذا كان مروح اذا كان ما عندكش حراره تروح الحوش اقعد اسبوعين بس. ايه ايه ما عندكش اعراض ما فيش اي تحليل تطلع ممكن ما عندكش العدوى. حاجه كيف يطمئن اللي بيدير كشف يا دكتور هو؟ لا لو درت التحليل ممكن يطلع سلبي. نعم. ايه ما دامك ما عندكش اعراض. لكن تعزل نفسك في البيت. في البيت اسبوعين ضروري يعني. بعيد عليه زوجته وصغاره. ايه حمام بروحك حجره بروحك. وما تخلطش العائله بتاعك الناس اللي قديش البعد المسافه بينهم؟ متر واحد اقل شيء متر على الصغار لكن الصغار بيجوا يجروا لابوهم. لا يفضل لا لا يفضل به. يا عمي الهادي نبي نفهمك على موضوع. انا عندي حنايه كانت تهيج في تونس. كيف حنايه تهيج في تونس؟ وتو روحت ما نبوش نفتحوا لها الباب. حناك متسكر على الباب. نبي نسالك عادي نغسلوها بالبنزين وبركه الله بالله كيف؟ ما انا مزغر تولعوا فيها النار. حناك هديه من زرع في تونس تعجلوها تقعد زي ما قال الدكتور بروحها 14 يوم تجيبوا لها ماكلتها مش هيك يا دكتور؟ ما فيش عشم جداي امي الطب ما فيش حتحطها باسبوعين بروحها بتالي بعد اسبوعين تلاقيها بنيه. ايه ما هي طبعا 092-122-0400. سيد مراد بلال تابع فينا وانت حاولت معي تتصل بيا طبعا ما نقدرش على الهواء رد عليك. ابعث لي اذا كان
عندكم يعني مساهمة في هذه الأزمة. بالتأكيد هذا الموضوع يخص كل شركات الاتصالات، والسيد رئيس الهيئة العامة للاتصالات عم منشور بهذا الموضوع، وشركة هاتف ليبيا بادرت، وفي انتظار شركة LTT شركة ليبيا للاتصالات والتقنية. وأكدوا لي قبل الحلقة بأن عندهم حتى هم يعني أخبار طيبة للمواطنين بيساعدهم. بالله شوف شركة ليبيانا بشأن الإنترنت وذلك مضاعفات الباقات في كل الفئات إلى 3 أضعاف، ومشكورين على البرنامج. باي حاضر، الباب مفتوح أمامهم. ليبيانا، المدار، LTT، الآن هاتف ليبيا، هاي بادرت، والLTT أيضا قالوا لي عندنا ونوفوك في البرنامج. مشكور مدير القناة مدد الوقت متاع البرنامج. أبعتونا سيد محمد التركي، نعرفك متابع من كل الشركات، ياريت تتواصل مع المهندس ياسين المجريسي وقول له عمل هذه موصلة شيء منك حتى نبلغ الناس، يعني الناس تبي تستفيد. أنا ناخذ في كونكور، ماذا تنصحني دكتور؟ كونكور استمر به، استمر به، استمر به، ما في شيء يعني، فيش مشكلة. أنا مربية دجاج، كيف نتعامل معهم وكيف نعرف عندهم فايروس ولا دجاج؟ ما أعتقدش. واصلي تربية الدجاج. المصارف عندي فكرة، قال يمشي المندوب مثلا نتاع الهيئة، يمشي هو يجيب مرتبات الموظفين، وهذا حل ايضا. هذه كنا مدارينها في مستشفى طرابلس المركزي هنا. نعم، كل قسم يبعث قائمه فعدد الناس بدفاتر الصكوك، يستلمها موظف المصرف، في يومين ثلاثه يجي ياخذ الفلوس في كيس معين ويتم توزيعهم المندوب على الناس. يا عم هذه نبوا رقم الحرس البلدي تبليغ عن اصحاب محلات الاسترليين، والمفروض يسكروا لهم. الاجراءات يعرفوها الحرس البلدي، تبلغ الحرس البلدي اللي في منطقتك، كل منطقه فيها حرس بلدي. الحرس البلدي اذا كان عندكم ارقام تقدروا توفونا بها باش نعنوها للناس، غدوا نجيبوا ارقام الحرس البلدي وارقام مركز مكافحه الامراض وكل من لهم علاقه بذلك. والله هنا نرتاح لما نشوفكم يا عم الهادي على البرنامج، وما عادش تغيبنا على الشاشه ان شاء الله بعون الله. حاضر، وبالله يشكر لنا الدكتور بارك الله فيه، تواجد معك ثاني حلقه، واني والله راه نعزكم وندعي لكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. معنا شباب القناه راهو ساهرين معنا، وكل العاملين والمسؤولين في القناه. بالله سؤال بالنسبه للكشف على الكورونا، يقولوا ياخذ اكثر من يوم باش تطلع نتيجه التحليل، كيف المشتبه فيهم في ليبيا تفرج عليهم طول؟ وسؤال ثاني، مفروض اللي يخشوا مرض الجزائر في حجر صحي وما فيش حجر صحي. هو المفروض المنفذ الغربي فيه حجر صحي، اعتقد في زواره لم يجهز بعد، لكن حتى الحجر الصحي المنزلي كافي، يعني كافي يروح البيت طول ما قابل حد. لكن عاداتنا الاجتماعيه دكتور اللي حريص يعني، بس اي لا لا إيه؟ تبي وعي من المواطن فقط، وعي من المواطن اللي جاي من قادر من قادر يعزل نفسه، ومن اهله اللي استقبلوه. المفروض انت ما تمشيلاش. نعم، احنا راهو نستعمله في التفاح الابيض والملح، نبي اجابه واضحه من الدكتور. اسمع الملاحظه، وهذه راه في معظم الدول العربيه دكتور، وربما تاخذ وقتك وتعطينا. ما عنديش لا اثبات، لكن دائما اللي من القارص الملح حتى في المضمضه. ايه؟ الملح في المضمضه هو طارد الجراثيم يعني الميكروبات. شن صار في مرتبات التضامن؟ مرتبات التضامن يا اخوه في وزاره الماليه، يجب مرتبات التضامن تنزل زي مرتبات الجهات الاخرى، لكن انتم حاطين في بند اخر، وبالتالي يقعدوا طول العام ساكين متاخرين. عندهم راه شهر 1 و2 حتى ما خلصوش. ان شاء الله يسمعوا فينا وزاره الماليه. هذه قصه مزمنه راه يعانوا منها. والتضامن من ياخذ فيها؟ المطلقه والارمله والمعاق. نسالك، انا تراكمي 9 وسكري مرتفع، شنو الحل اللي يخلي السكر ينزل؟ لا، يجب مراجعه العلاج ومراجعه البرنامج الغذائي بتاعك. ما نشوف انا، ربما LTT بعثوا لي حتى نقوله للناس. معلش يعذرني مراد، نعطي رقمك للكنترول قدام الناس، وبالله ارجوكم ما تزعجوش شباب في الكنترول، هاني وحسام وابو بكر. باه تعال خذ فرق، هاي باه تعال خذ، لان اكيد فيه شيء يعني طمن الناس من LTT. نبوا نعرفوا اهم الفحوصات الدكتور الدريه لهذا المرض، وهل موجود في بلادنا؟ هو الفحص الوحيد المتوفر حاليا هو ناخذ مسحه من الانف او من الحلق
ويتم إرسالها للمركز الوطني لعمل تحليل اللي هو البلمرة أو الريال تايم بي سي آر. هذا التحليل في حد ذاته من بدايته إلى نهايته من 3 إلى 4 ساعات ويكون جاهز سواء كان سلبي أو إيجابي. كويس. حاليا متوفر بس غير الحالات اللي هي الاشتباه مش لكل الحالات. قالك لا سمح الله لما يصيب الإنسان هل بداية الفيروس يجي في الأنف ثم في البلعوم ثم في الرئة؟ في البداية طبعا عن طريق التجويف الأنفي يقعد في بضع ساعات ثم ينزل إلى القصبات الهوائية. بقى كيف نحمي نفسنا بداية من الأنف يا دكتور؟ هل قطرة الأنف هل لا؟ هي طبعا أو أهم حاجة اللي هو قلنا الوضوء طبعا هذه حماية ربانية. أيوة. الإنسان بيستنشق بيستنتر 5 مرات في اليوم هذا بيكون بطرد إفرازات الأنف. الحاجة الثانية اللي هو طبعا استخدام المناديل في التخلص من إفرازات الأنف، هذه ظاهرة صحية باش تتخلص من معظم إفرازات الأنف نفع الميكروبات. نعم، لكن العادة اللي احنا للأسف سيئة المناديل نستعملوا فيها اللوحوا فيها في الشارع في الممرات. لا يجب أن توضع في مكان مخصص لها. حتى كنت في السيارة تدير كيس معين توضع فيه وبالتالي لما تنزل تحطه في القمامة. أنا محمد ريشي عندي غنام ونرعى بهم هل علي خطورة ولا لا؟ في الوقت الحاضر لا، لكن عرضها مع طبيب بيتي ما اعتقدش لي علاقه بالكورونا، ربما فيها مرض اخرى. يا عمي الهادي معك بن زنزور، سلمني على الدكتور وعلى العاملين في خدمه الطب الرسميه، قولوا لنا متى ينتهي وباء كورونا ونعيش حياه طبيعيه زي قبل؟ والله اعتقد مع حلول فصل الصيف وارتفاع الحراره الجافه يعني في احتمال ممكن ينتهي كاي وباء، يعني ما اعتقدش في وباء مر بالسارز او الانفلونزا او المتوسط انه يعني قعد مده طويله. وبالتالي المختصين قاعدين يبحثوا كل يوم. قاعدين يبحثوا. نعم. اللي يصاب بكورونا قديش نسبه الشفاه بتاعها دكتور؟ اكثر من 90%، خصوصا لو يكون شخص مناعته كويسه. نعم. معظم حالات الاماته كانت في ناس كبار السن وفي ناس عندهم امراض مزمنه. دكتور الكحول هذا اللي يستعملوا فيه فايده ويجفف الجلد راه. ايه هو طبعا كويس كمطهر لكن استعماله دائما يدير جفاف في الجلد. فيفضل استخدام النوايات اخرى اللي هي تكون فيها جل مرطبه. باه. دكتور يقول سبق ان ركبت دعامه لضيق الشرايين، اتانول ادويه السيوله والدهون هل له تاثير على المناعه؟ طبعا تعتمد على حاله الجسم، اذا كان في تاثيرات بالنسبه للجسم والضغط ادويه هلبه بالتاكيد تكون المناعه نازله فبترد بالك يعني. مش شرط كورونا حتى اي مرض اخرى يعني. نعم. ارتفاع السكر والضغط يؤثر على فشل الرجلين. واحده من مضاعفات السكر هو اصابه الاعصاب الطرفيه، فبيشعر المريض برجليه كان يتنملوا. ايه. ايه. هذا سكره مرتفعه. ايه. تكون لمده طويله فبيأثر على الاعصاب الطرفيه، بحس رجليه يتنملوا يقول لك كان في منار من اللوطه. او حتى يديه. هذا لازم يحافظ على السكر يعني. قال لك مريض ضغط الدم كيف يتعامل؟ نبغى شرح وافي من الدكتور. مريض ضغط الدم كيف يتعامل مع الفيروس؟ هو اهم حاجه. هو احنا الان ما عندناش الحمد لله. ما عندناش. إيه؟ لكن عدل ضغطك حتى لاسباب لمضاعفات اخرى. قلت من 140 90 هذا اقصى شيء 140 90 لو فاد لازم تدخل بالعلاج. كويس. حالة إنسانية بالله اللي يسمع فينا كله على مستوى ليبيا وحتى خارج ليبيا يقول بالله نبي من يساعدني لأن بنتي عندما تصل سن 18 سنة تفقد بصرها، أعطي رقمي هذا لأي فاعل خير وبارك الله فيكم. أنا نسجل رقمك وحاضر يتواصلوا معنا. قالت لما تفقد 18 سنة بلغها الدكاترة قالوا لها راهو تفقد البصر، بعدين تأكدوا اللي بيساعدها يتأكد من التقارير واجركم على الله. نتاع حسيت الصدر جاوب عليها الدكتور، لكن اللي عندهم حسيت الصدر كيف يقدروا يقووا المناعه نتاعهم يا دكتور؟ في فيتامينات في ادويه. الحفاظ على العلاج. الحفاظ على العلاج. باش من بعد ما بين الازمات بتاع الصدر. شهر 1 و2 مصرف جمهوريه غريان، يا جماعه كل الليبيين 1 و2 مخدوش غريان طرابلس كلها زي بعضها. وقلنا امتى بينزل شهر 1 وامتى ينزل شهر 2. لماذا؟ باه ناخذ زميلنا مراد بلال من شركة ليبيا للاتصالات والتقنية تقولها باختصار ال ال تي تي. سيد مراد مساء الخير.
بالله يسمحوا لنا الخط الثاني، الخط الثاني عالجوه امس هاتف ليبيا، هذا في نويز هلبة يا شباب. بقى ان شاء الله نسمعوه. هاي سيد مراد، اعطونا سيد مراد بالله. هاي سيد مراد عاود له ثاني به، قال لك علاش، طبعا هذا سؤال مهمش الدكتور، يقول علاش ما يتمش قفل محلات الملابس ولاتات وغيره في الوقت الحالي اسوه بالمدارس حتى يقل الازدحام في الشارع؟ اعتقد بعد الساعه 24 تم التعميم بعد الرابعه، مقاهي الشيشه والمقاهي حتى بعد الساعه الرابعه ما فيش محلات تفتح الا الصيدليات والشيلات والمواد الغذائيه. هذا ما تراه الى اسمعي. نعم بالله في عده رسائل اني تعمدت ما نقراهم. هاي ما سيد مراد مرحبتين بك. اهلا وسهلا بك سعد عبد الهادي، شكرا لك على تواصلك واهتمامك، والشكر موصول لقناه ليبيا الوطنيه على ليبيا الرسميه. يا مراد انت جلست فيها كثيرا، ليبيا الرسميه. سامحني سعد الهادي، ليبيا الرسميه، شكرا لكم وشكرا لزملائنا في ليبيا الوطنيه. نعم تفضل. بخصوص طبعا تواصلك واهتمامك البكري، نعم، ورغبتك في معرفه الاجراءات اللي دارتها الشركه بخصوص تنفيذ التوجيه اللي اصدره من المجلس الرئاسي، وحصلت على المفروض يعني اعداد باصات مفصله، استجابت الشركه من جهتها، عزت مجموعه من يعني المعالجات، يعني عرض يعتبر مؤقت حسب طلب المجلس الرئاسي ان شاء الله موجه للمشتركين، سواء كان في خدمه الجيل الرابع او الاي دي اس بل. مش حنستثني باذن الله مشتركي ليبيا ماكس، عندنا ان شاء الله باذن الله يعني ليهم عرض خاص بهم، هذا حيتم عليهم الاعلان عليه في تدريب، بس بجهز في الوقت الحالي ان شاء الله عرض موجه لمشتركي خدمه الجيل الرابع وخدمه الاي دي اس بل. نعم نعم. لو تحب التفاصيل يعني ما فيش مشكله، يعني نزودك بهذا بالتفاصيل المختصر تفضل. يا ريت. بالنسبة لخدمة الجيل الرابع، إن شاء الله الباقات تمت إن شاء الله معالجتها. بالنسبة لباقة ال 35 دينار كانت اللي هي مزاجي 15، بعد ما كانت ب 35 دينار أصبحت ب 25 دينار. التحميل خلال الفترة هذه بإذن الله يكون في الفترة الليلية مجاني. كويس. المزاج 30، بعد ما كانت ب 60 دينار اصبحت ب 45 دينار. كويس. مزاجي 50، بعد ما كانت ب 75 دينار اصبحت ب 60 دينار. 60 دينار. بالنسبه لخدمه الاي دي اس ال، فيه عندنا خدمه واجب، بعد ما كانت الحصه واجب 20، بعد ما كانت الحصه 2 جيجا اصبحت الاساسيه لي اصبحت 4 جيجا، تمت مضاعفتها. واجب 30، بعد ما كانت 3 جيجا اصبحت 6، واجب 40، بعد ما كانت 4 جيجا اصبحت 8 جيجا. نعم. فيما يخص باقات درايف ميديا، بعد ما كانت حصتها يعني 100 جيجا تمت مضاعفتها ل 200 جيجا. درايف 200، بعد ما كانت 200 جيجا تمت مضاعفتها اصبحت 400 جيجا. 400 جيجا، نعم. 400 جيجا باذن الله، والموضوع هذا طبعا حيستمر طول الفتره اللي الرئاسي وجه فيها على اساس يعني يتم تخفيض الباقات خلالها. في حال يعني لا قدر الله تم تمديد نقول لا قدر الله، طبعا نحن يهمنا السلامه قبل ما تهمنا اي حاجه ثانيه. نعم نعم. لو لا قدر الله صارت يعني وان شاء الله مش مصير حاجه تسوي، حنبدو يعني حسب مقتضيات يعني الحاجه والضروره. ف اولا واخيرا نتمنى السلامه باذن الله للجميع، وان شاء الله ربي يحفظ البلاد يعني من اي شر. بارك. نعم نعم تفضل. من هذه هي طبعا فيه يعني حرصنا ما كانش غرة على الجانب هذا، بس جانب المشترك وهو في البيت، حتى المواقع نفسها والمرافق التابعه للشركه، طبعا الشركه من فتره من بدايه الشهر دارت تواصلت مع مركز مكافحه الامراض الثانيه وعدت يعني خطه مباشره حتى تنفيذها بكري، يعني ضمان سلامه سواء كان الموظفين او حتى الزوار المبنى من خلال تنفيذ يعني بروتوكول، وهي يعتبر يعني مجهزات منظمه الصحه العالميه.
زي تثبيت يعني معدات التعقيم في اماكن بارده يستعملها سواء كان الموظف او الزائر، زي منع استعمال مثلا الجهاز للبصمه، زي توفير اجهزه قياس طبعا الحراره، زي يعني التنظيف وتعقيم وتهويه الاماكن باستمرار بشكل دوري. فهي جمله من الاجراءات اتخذتها الشركه بشكل مبكر، منع السفر حتى اول الدول المتضرره حاليا، الموظفين اللي كانوا مسافرين لازم يعني يخضعوا حتى هم لمدي حجر صحي يعني وقائي. تم تفعيل نظام العمل التناوبي والعمل عن بعد حتى هو نفس الشيء. تخليص الاجتماعات والاستعاضة عند الحد الادنى للضروره والاستعاضة عنها بالاجتماعات عن طريق الوصع الافتراضي، اقفال المقهى طبعا الداخلي، نشر مواد توعويه ما بين الموظفين. فهي هم الاجراءات اللي الشركه اتخذتها يعني فوضى مبكر من بدايه شهر مارس، قبل حتى ما كان منظمه الصحه العالميه عن المرض كونه يعني جائحه دوليه يعني نعم. نعم مراد، طبعا عندنا حجم رسائل كبير والناس ينتظروا في الردود، كل حد عنده سؤال في الجانحة هذه ان شاء الله ربي يعني يبعدنا عنها وعن المسلمين وحتى على البشرية بالكامل، لكن بعون الله في حلقة حنخصوها على مساهمة شركات الاتصالات في هذه الجانحة بعون الله حتى توضحوا للمواطنين بشكل واضح ونستقبلوا حتى الاتصالات في هذا الموضوع بعون الله. كل الشكر لك والشكر أيضا للمهندس ياسين اللي طبعا أكد لي قبل الحلقة بأن عندهم باقات والآن أنت ذكرتهم، وإن شاء الله تكون في إعادة يعني للحلقة أكثر من مرة حتى يطلع المشاهد الكريم على مساهمة الآن عندنا هاتف ليبيا وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، هادو اللي بادروا، ما زال عندنا شركات أخرى ليبيانة وما زال عندنا المدار الجديد، ما سمعنا شيء حتى هذه اللحظة. إذا كان عندهم حاجة يقدروا يرسلوها لنا الآن. كل الشكر لك سيد مراد ولكل العاملين بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية. شيء إيجابي للشركات، وطبعا رئيس الهيئة العامة للاتصالات المعلوماتية المهندس محمد سامي محمد الفنتازي عمم كتاب حتى أمس في بخصوص هذا الموضوع على القابضة على شركة الاتصالات بضرورة يعني التقيد بما جاء في المنشور وأباشروا يعني شركتين الآن، شيء إيجابي وهذا واجبهم في هذه المرحلة هذه دكتور. يقول الطلبة اللي محجورين في بيوتهم مفروض يدروا المحصص عبر التلفزيون بادين فاتوا بادين، لكن هم خدوا الشهادة العددية والثانوية المراحل النقل ما زال هم يعني بادين بادين ايه بادين شوي بشوي بالضبط، والقنوات موجوده في ليبيا كلهم يتعاون يعني ما يتاخروش لان هذا واجب وطن يعني. يقول اكرمكم الله ما هي الحيوانات الاكثر انتشارا لهذا المرض؟ الحيوانات ذوات النابي اكثر الخفافيش الباتسي يقول ايه في البلدان الموجوده فيها. بالله عليكم عندي عمليه لعيني هذا الشهر نديرها ما فيش خوف من الفيروس، الله يرفع علينا الغمة. هو في الوقت الحاضر أوقفت كل العمليات الغير مستعجلة العادية هذه العادية يعني. إيه العين إذا كان مية بيضة تستنى، إذا كان مية زرقاء لا يديرها، إيه لأن مية زرقاء بتأثر حتى على البصر. به ربي إن شاء الله يحفظنا جميعا ويحفظ العاملين في ليبيا الرسمية ويحفظك يا عم الهادي الدكتور بشير والعاملين معاكم. قال لطمنوا فينا بنسألكم، قالوا لنا الموز يقوي في المناعة والبرتقال والكيوي. البرتقال كان فيه فيتامين سي معك، واللي عندهم سكر كيف يديروا؟ انه سكر يحافظ على السكر نتاعها زي ما قلنا، يحافظ على السكر نتاعها. البرتقال فيه فيتامين سي كويس، ايه الموز الكيوي فيه فيتامينات، الموز فيه بوتاسيوم بس يعني مش هذيك الفائده الهلبه منه، فيه بوتاسيوم. لكن الكبار كويس كويس ايه. خصوصا الناس اللي عندها اسهال او امراض القولون كويس. بالله كيف الراي في المسجد؟ والله المؤذن لما يدين يبكي، صحيح سمعنا كل الجوامع وهذا يؤكد التزام الليبيين باركان الصلاه شيء ايجابي، لكن انت هذو شرعوا هم، هذه مسؤوليتهم هم، الدوله قالت لك المساجد تصلي في بيتك الان طبعا ايه؟ من باب الاحتياط. ايوه احنا في غريان وفي حاله نستخدم كمامات وقفازات ومعقمات ولا مش ضروري يحتمل فيروس كورونا الحراره والرطوبه؟ قال لكم الدكتور الكمامات الا للشخص اللي لا سمح الله مصاب او طبيعه عمله على ازدحام كبير يعني او 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 في شخص جنبك عنده اعراض تنفسيه. ايوه
اخوكم عبد الرزاق كشلاف، ربي يحفظ ليبيا وشعب ليبيا يا رب العالمين. امين. هل تطعيم الانفلونزا الكبار تساعد على المناعه دكتور؟ تقي من مرض الانفلونزا. تقي من مرض الانفلونزا. لكن فات وقتها انتهى يعني. لا خلاص يعني ما شهر 11 12. شهر 11 واللي ما ضربهاش ما فيش خوف. ما فيش مشكله، خلاص بدينا نخش في درجه حراره عاليه معش. بنلاقي بعض الرسائل تزعجوا في الناس، طاح واحد ويطلع ما طاحش، حتى الحلقة الماضية في الزاوية اتصلوا بي زاوية في البيت حوالي الساعة 2 الصبح، قالوا ما فيش الكلام هذا، يعني شنو الهدف يعني؟ شنو الهدف؟ أنت تتمنى لا سمح الله المرض هذا يجي لليبيا، حتى لعامة البشرية احنا ما نتمنوش. حتى في أوروبا، حتى في القارات الأخرى ما نتمنوش. احنا مسلمين. كيف تبي تزعج الناس؟ يعني شنو الفائدة نتاعك يعني؟ ما باه يقولون صفحة القناة حتي رسائل عديدة. بالله الدكتور البشير لبس القوانطي لأن في اللي يلبس فيه من الصبح لليل يعد الفلوس ويمسح الأسطح ويقدم ويمس الطعام بنفس القوانطي. ما قلنا القفازات حتى مش اللي في المصرف أو في الكوشة، ايه؟ حتى الشخص الثاني أنت بتلبسها بتمشي تمس عدة أشياء، فانت بتنقل ميكروبات من شيء لشيء اللي بتجيبه لنفسك. فلبس القفات حيكون مرات يكون ضار اكثر ما يكون نافع. كويس. لازم ترد بالك. عندنا ايضا باللي بنسال عن الماء، هل ينتقل عن طريق مياه الشرب؟ لان معظم الناس تشرب من مياه محطات التحليه في المحلات. الكورونا ما في الوقت الحاضر مش موجود، هي هناك امراض اخرى تنتقل عن طريق الميه، اذا كانت الميه ملوته ببعض الفيروسات وبعض البكتيريا اللي ممكن تنتقل، لكن ككورونا لم يثبت انه اصلا مش موجود اصلا. بقى يقول والله عندي امي رجليها زي النار من لوطه وعندها السكر والضغط وعندها الم فظيع والله ما ترقد الليل يا دكتور. يلك هذا مضاعفات السكر؟ مضاعفات السكر. ايه هذا طبعا لازم يتعدل السكر ولازم مراجعه الطبيب سكر. هناك بعض الادويه تعطى لتخفيف الالام هذه بتاع رجليه. نعم. به سيد مستشار بيوض يقول يطيب لي أن يحييكم بأفضل تحية وأدعو العلي القدير أن يعم عليكم بالصحة وجميع أفراد أسرتنا في ليبيا الكريمة. وجدت نفسي أكتب لك هذه الرسالة الناتجة من الود والاحترام والمحبة، دام الله المحبة وحبب خلقي فينا كما أؤكد لشخص كريم ونفسك الراقية ما هي لتقدير من مواطن يكون لك كل المحبة والتقدير للجهد الذي تبذله خدمة الوطن والمواطن من خلال العمل المميز عبر برنامجكم المفضل والدكتور والعاملين في هذه القناة. وآخر حلقة هذه الليل مع الدكتور حول توعية المواطن بشأن هذا الوباء، وهذا ليس جديد من شخص عرفناه عن قرب، فأصلك الطيب وحسن أخلاقك وتوفيق الله منبع نجاحك وعطائك، حفظك الله عم الهادي وحفظ ليبيا العبد الفقير المهندس سليمان بيض. والله خجلتني يا سيد سليمان، وحنا ما نديروش اللي هو واجبنا، لكن بارك الله فيك على هذه الكلمات. وطبعا خصك بالشكر دكتور والعاملين وكل المواطنين، ويتمنى الخير لليبيا. انا من الرياين بالله عليك يا عم الهادي ديروا لنا النت مجاني، او يسمعوا كل الشركات يسمعوا راه كلهم يسمعوا الشركات. هو عمم عليهم رئيس الهيئه قبل حتى هذه الجانحه تخفيض النت 50%، قاعدين اللي الان يتعدروا يعني، ما فيش حد خاسر. جيبوا سعر التكلفه ويجلسوا معاكم مختصين في الهيئه ويطلعوا لكم خاسرين ومش خاسرين، ما في حد خاسر. نسبه الربح تقل. وبعدين هذه حاجه لصالح المواطن، ليش تعرقلوا في الناس؟ ما هيش مصلحه الهيئه ولا رئيسها، مصلحه المواطن. اي حاجه فيها مصلحه المواطن يجب انكم تتشجعوا وتنفذوها. مش كل حد مطلع لي شيء معين وانا نخسر، شن تخسر؟ هذه شركة عامة للليبيين. جيب سعر التكلفة، شركة واحدة جابت سعر التكلفة للدكتور الشول عبد الحميد اللي مكلف بمتابعة القرار، وين بقية الشركات؟ جيبوا سعر التكلفة وقعدوا معاهم. ما كنتمش خاسرين. وأي حاجة في صالح الليبيين احنا نراه معاها. يقول يا دكتور شنو رايك اللي قادمين من الخارج وخاصه البلدان الموبوءه يقعدوا 14 يوم في الحجز؟ هذا الحجز لين يطلع تحليلهم سلبي. هذا السليم. لا 14 يوم لين ما يطلعش عليهم اعراض. نعم. كنترول عليهم اعراض ما ندير لهم تحليل. ما.
نسى الدكتور عفوا سؤالي هو انني مريضة تصلب لويحي. تصلب اللويحي ماكو سكليروز. متعدد شن الاحتياطات اللي نديرها لتفادي الإصابة؟ تصلب اللويحي في بعض المرضى ياخذوا في الأدوية مثبطة المناعة. ايه. زي الكورتيزون وزي الانترفيرون الربيب هذا فهذا طبعا بتنزل المناعة شوية فننصحهم طبعا أي التهابات تنفسية ابتعدوا عليها يعني. نعم. يقول إن شاء الله ربي تكون ليبيا خالية من الكورونا متى يتم صرف شهر واحد واثنين؟ والله تكلمت على المرتبات معلش نعاوده شهر واحد غضوة يطلع من بيت المال اللي هو مصرفي بالمركزي يمشي للمصارف التجارية خوتنا في المصارف التجارية يحتروا يوم اثنين باش ينزلوا في حساباتكم في تقديري ممكن يبدأ اثنين ثلاثة تاخذوا في واحد الأسبوع القادم في منتصفه وفي آخره مصرفي بالمركزي يحول مرتب شهر اثنين للمصارف التجارية لكن يفكرون المصارف من الآن الازدحام كيف بتديروا فيه قناة ليبيا الرسمية مفتوحة لكم مسموعة ومرئية اللي عنده جدل حطوه على الشريط وبدون مقابل هي القناة لخدمة الليبيين راه الازدحام على المصارف سيرسل مش عارف مش واضح إلى أدراج الرياح علي منصور يعني كيف ما عرفش بيفضل تقنين الصرف بس بيصير ازدحام هالبس ايه أو يديروا طريقة المندوب أفضل المندوب افضل كل مجموعه يديروا مندوب يعني مثلا في ليبيا الرسميه يمشي مندوب على القناه يرفع الصكوك نتاع الناس أيوه. ويجيب المبالغ بالضبط إيه. نبوا مبادرات المصارف لهم تقريبا المصارف كلهم عندهم سيوله اللي مهلبه ما يصرفوش عم الهادي اول ناس الله ان يحفظ شعب ليبيا والامه العربيه والبشريه كافه وان يكف عنا البلاء احمد ابو حميده من صبراته صحيت يقول والله اني بنقول لكم ان انتم افضل عالميين في ليبيا من مشجع نيوكاسل يونايتد انت تقول لك برات فين يسمحوا فينا اقل العالميين بارك الله فيك عموما شن هو افضل معقم ومطهر قال لكم حتى ما يصابون الدكتور يصابون والوركينا سنتي في لتر ميه وركينا لتطهير الاسطح ايوه اني نبي نعرف من اللي تو الان يطهر في البيت وفي المنزل إذا كان معظم النساء في الأسواق يا دكتور هو مانيش عارف يعني هل الناس هذه اللي تدير فيه توا تدير فيه قبل لا لا ما فيش ثقافة لا ما فيش فهي ثقافة كويسة لكن مش ما تديرهاش توا تدير بها هلع وفزع نعم هي ثقافة التنظيف والتطهير وغسل إن شاء الله نستفيدوا من هالمشكلة هذه إن شاء الله إن شاء الله تدوب تعلموا إن شاء الله تدوب إيه تو حتى للأسف اللي ما يصلوش مش يعرف ان احنا خمسة مرات نديروا في الماء وهذه نظافة تعتبر طبعا نظافة أبدان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هل يبقى من درن هي شيء؟ إيه فضل. خمسة مرات على 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 شفا نهر جاهل يبقى من درجة يلا اللي ما صلاش قبل يبدا ومعاش يبطل محلات في الجنوب غلى الاسعار بشكل مبالغ فيه في كل محلات كيف؟ في مش في الجنوب في كل المحلات ارجو من الجهات الضبطيه اللي راهو مش التاجر البسيط اللي جينا في الزنقه هذاك جاي بالغلاء مسكين كيلو اللي من عصري من 10 ايام الزوز كيلو بيجي نص في سوق الجمعة سبعة دينار اليوم الكيلو حتى اللي بيطهر بيديه ولا بيديرها فيتامين سي كيف بيشريها يعني شراب تسعة قال لك هو مخرجنا أبو بكر كيف يعني الدواء زدتوه الكمامات زدتوها السلعة التموينية زدتوها الاقتصاد اليوم على مسؤوليتها قال ثلاثة شهور التموين يكفي ليبيا باي بعد ثلاثة شهور اقتصاد طمنوا الناس بان في كميات جايه التجار اعطوهم بسعر الدولار 3 جنيه 90 ولا 3 جنيه قداش 95 خليه يوردوا لنا او قال لكم الدكتور باخي لما تجي يموت الفيروس في الطريق قال لك هل الفيروس موجود من عام 2000 يا دكتور هذا؟ نسمعوا من عن 2000 قال فيروس كورونا مش 2000 هو في اخر 2019 2019 لا هو الفيروس من الستينات موجود قلنا ايه في 2002 طلع النوع الخامس 2012 النوع السادس و2019 النوع السابع نعم. التطور السابع كفيروس كورونا نعم يقول نحييكم استاذ الهادي ودكتور بشير والعاملين معكم على جميع الناس اتباع التعليمات الوقائيه وعلى جميع الناس الرجوع الى الله والتوبه والاستغفار وذكر الله هذا الحل والدعاء الوحيد. صحيح الى الله ليرفع هذا البلاء ويكشف الغمه ولا تخافوا ما فيش حد يموت قبل يومه
اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتبع التعليمات والباغي على الله. أبو نجوى أبو جفيلة من إجدابية، بارك الله فيك يا أبو نجوى. هم تو اللي يموتوا بالحوادث أكثر تقريبا، أكثر أكثر. احنا زي ما قلنا اللي يموت الدرن ياخذ 5 مليون كل سنة، والإيدز 4 مليون، والإنفلونزا 70 أو 80 ألف، الأورام تاخذ هذه كذلك أعداد رهيبة، حوادث السيارات كذلك. فالكورونا 6 أو 7 آلاف وفاة، ما هيش هذيك. باهي يقولوا اللي في الصين بدوا يحجموا لعلاج المرضى، شنو راي الدكتور بشير براني من ام احمد؟ هو الصين خلاص تخلصوا منها، يعني معظم المستشفيات المؤقته قفلت ومعظم المحال فتحت، ما عادش في ذيك المشكله هلبه، خلص يعني تم القضاء عليه. يعني حتى الحالات الجديده ممكن كل يوم 15 16 حاله بالمقارنه بالاماكن الاخرى زي اوروبا. الحالات ما زادت عندنا، انا ما زادت تم القضاء. بالوعي دكتور، بالوعي بالالتزام بالبيت وبالوعي الصحي والنظافه الشخصيه. قناة تي في رسمية تابعة يوميا في الحملات هذه المفاجأة، يعني شبحت المخبز أنا اليوم في قناة تي في رسمية، والله من العيب يخلوه حتى قايم هذايا، مش معقولة يعني. هذه خبزة الناس، المشكلة أصحاب المخابز حاط عمال ويجي نهاية الشهر يعطي فيه في المكافأة وياخذ في الكمكومة هذيك ويمشي، لا يدري على النظافة، لا يدري يعني الوحدة يقولها المرقة كي نعرفها أنا بالعامية، اللي لابسها هي بيضة لكن تبان كلها كحلة من الأوساخ كرمكم الله. كيف هذه ماكلة الناس؟ المقاهي، المطاعم، المخابز، شيء جميل بدون المخابز، معظمهم يحطوا في الجوانتي يقولوا له هذا دكتور ولا القفاز؟ قفاز قفاز، ما لقاش قفاز خذ كيس حط في يدك، وما عادش تخلوا المواطن يمس الخبز بيده. دورهم في سكيرات 4 4 8 8 12 12 وهكذا، حطوا موظف نظيف هو اللي يعطي خبزه للناس. والمخبز اللي الغربال ما يخدمش سكروا له. هذه ما فيهاش مجاملة، ما فيش مجاملة هذه. وتحية للجهات الضبطية على الجهد الكبير اللي بادلينه، وتحية لشباب قناة تليفون الرسمية اللي يوميا منذ الصباح متابعين هذه الحملة. إجارات الحوش قالوا حتى يتعبونا. بالله جاي شهر رمضان، دير الزكاة ليك ولأسرتك، يرفع عليك البلاء، قول له أنت مأجر مني ب 2000 جنيه في رمضان بالبلاش. شم تخسر؟ زكاة ليك ولأسرتك. ساعدوا الناس المؤجرين والمهجرين. قال لك أنا سوال في شركة مياه والصرف الصحي، عندي مرض السكر والشركة مش موفرتني خدمات صحية، وعندنا عمالة أجنبية، وأنا مخلص من شهر 11. كيف يا شركة مياه والصرف الصحي؟ من شهر 11؟ هذه ضمننا فيكنا ستنا كرمكم الله، مش حاجة سهلة، ويتلوت ما عندهاش ضمان صحي. كيف 4 باكوات صابون ما يسدوش في حوايجه لما يروح لزوجته وصغارها بالرايحه وقمامه كرمكم الله؟ هذا يقعد من شهر 11 ما يخلصهاش. يقول لك بعض الجهات كنا مفتكين من عم الهادي من شهر 4 عام الماضي، وجانا هذا كلام. عندي امانه ما نقدرش ندس، هاني شهر 11 ما يخلصش، وهو يلمنا في كنستنا وكنستنا كلهم في المكاتب في الحوش في الشارع. عندي عملية ولادة سيدة السلفيك في شهر 4، كيف ندير؟ بتديرها؟ لا بتديرها، ما فيش مشكلة. أيوة الضروري ضروري يعني، ما فيش مشكلة. ما هي نبوا بقية القنوات ينقلون الفصول الأخرى في الدراسة، ربما الموضوع يطول. أيوة أعتقد معظم القنوات تم الاتفاق على تسجيل الدروس مجانا يعني. باه يقول هذا، هذه رسالة مهمة دكتور، المشاهدين والمستمعين يسمعوها. السلام عليكم، بارك الله فيكم، تحياتي لكم. عندي ابني في تونس كان مصاب ومكسور، عند التحليل اتضح عنده الفيروس، فيروس الكبدي. بعد جرى التحليل في فرنسا وصفوا دواء غالي، طلبت منه الرجوع للعلاج، الآن عالق في تونس. أما نوع من الفيروس؟ لا مش فارس كبدي، مش لا لقال طبعا يوجد العلاج، احنا موجود عندنا سواء كان الكبدي الباقي او الكبدي الجيمي موجود. طبعا الكبدي الجيمي علاجه 3 شهور ونسبه الشفاء عاليه، الكبدي الباقي نقيم الحاله، اذا كان الفيروس نشط نعطوه العلاج. طبعا العلاج يمشي لمده طويله، ربما يعني مدى الحياه او مده اطول شويه،
لكن الكبد متوفر العلاج، متوفر في الزوز، متوفرات حاليا. ناخذ رقمه ونقول له اتصل بنزيدك على شغلك يا دكتور. يتفضل، بارك الله فيك. العياده مفتوحه في اقسام الساريه في مستشفى شرابس المركزي وفي مركز شرابس الطبي. شنو الايام؟ بالنسبه لي يعني في المستشفى المركزي يوميا. يوميا يوميا. تسمع فينا صاحب الرساله اللي هو 091 381 36 واخر زوز ارقام، تمشي للدكتور بشير في قسم امراض الساريه مستشفى صنع الزاوية بطرابلس. طرابلس. ما أنا عندي نادي نتمرن فيه، نمشي ولا ما نمشيش يا دكتور؟ يفضل لا، خاصة نروا الصلاة متاع الأجهزة دي، لأن ظل تنفسه سريع من المجهود. يفضل لا، يقولوا الصين انتقل من الصلاة. يفضل لا، لأن لا. الرياضة بتجيب الكحة والكحة بتنقل. ما رد بالك يا هاني، شن قصة زحمة البنزينة؟ البراقي يوضحوا لنا، طمنوا الناس، نقلاتنا عندكم وبعثوا لنا، قولوا في كميات ما فيش كميات وكذا، لكن اللي نعرف راه بعض الناس عنده ربع التانك فاضي بيوقف يعبي. اللي ما عرفوش يمشي نعطيتكم الارقام كانوا محتفظين بهم، وان شاء الله بدر الدكتور بدر الدين طبعا ما تم يتابع، راهو ارقامكم اللي زودتونا بهم يا دكتور ما يردوش على الناس، واحنا اعطيناهم للناس. ما سامحني شويه دكتور، نبي نطلع الارقام نتاع باش نعطوهم للناس، والرساله المهمه اللي قلتوا لي راهو ما جتنيش يا هاني، ما جتنيش. الارقام نتاع المركز مكافحه الامراض سجلوهم بالله، حطوهم على الشاشه، تعبوا شويه معنا يا هاني وابو بكر وحسام. 092-6-38-39 سهلة داية، 092-6-38-39 ونمشي للرقم الثاني 092-4-5-5-4 الرقم الثالث 092-1-38-39 حاول تكتبوهم. كتبت، بارك الله فيك، كتبوهم الشباب، حيونا شباب ليبيا رسمية، لأن معانا خطوة بخطوة. تعبناك شوية دكتور اليوم، معلش مددنا الحلقة، لأن مشكلة. يقول أنا عندي رشح دكتور مصاحب لي كحة مع صعوبة بسيطة في التنفس، نبي مكان ندير فيه التحليل مركز مكافحة الأمراض، حاطين ثلاثة أرقام وثلاثة مقفل من الصبح. يا دكتور بدر الدين أنت من الرجال المتعاونين وجهودك مضنية، واني نعرف من اجتماع من الصبح حتى لليل، حتى وجهنا لك دعوة نعذروك ما رديتش علينا، عارفين جهدك. هذا مسافر ولا مش مسافر كان الشخص هذا؟ لا ما قالش. إذا كان عنده أعراض حرارة وسعال وضيق في التنفس وليه أسبوعين جاي من منطقة موبوءة، هذا لازم يتصل بأحد إخواننا في الرصد، أو إذا كان في طرابلس يذهب مباشرة إلى المركز الوطني للمختبر الفترة الصباحية، حياخذوا منا عينة وحيحللوها له. هو اليوم احنا لما كلمنا التجينا بالطبي، لقينا الطبي، لأن الدكتور بدردين قال امشوا للطبي، لقينا الطبي عنده مقسم غادي. أي الطبي مدين غرفة مجهزة، حتى عندنا غرفة بس احنا كان فيها المريض نتاع غريان، الطبي عندهم غرفة، فيقوم الطبيب بياخذ العينة ونرفعها للمركز الوطني. يجيكم بكرة دكتور؟ أه؟ يجيكم هذا المريض لأنه عنده رشح وضيق في التنفس، يعني يخاف، يقول لك هذه الأعراض اللي قلتوا عليها في الندوات. وين يسكن؟ وين يسكن يا إيهاب؟ بعتنا وين يسكن؟ هيك أنا قريب. أقرب نقطة يمشي إذا كان أقرب نقطة. يقول لي هاني وهاني يقول لي يجينا. والآن مبدئيا عندك إلا طرابلس الطبي. دكتور نادر شلاكة. شلاكة راهو متعاون وبارك الله فيه. طبعا هذه فرصة بنحيي كل العناصر الطبية اللي تواجه في هذا المرض، سواء كان من قسم أمراض الساري مستشفى طرابلس المركزي، أو من أمراض الساري مستشفى الطبي، وعلى رأسهم رئيس القسم تكون هذا الشلاكة، وكل العناصر الطبية المساعدة والجنود المجهولين اللي قاعدين في مناطق الرصد اللي قاعدين يكافحوا ضد عدم دخول هذا الوباء. منطقة السبعة يسكن. منطقة سبعة قرب للطبي. طبي، يمشي للطبي، بلغ يمشي للطبي دكتور نادر شلاكة. الفترة الصباحية. الفترة الصباحية. يتواصل معي الصبح تنعطيه حتى رقم يتحملون الدكاترة كانت ضغطنا عليهم، لأن هذه مصالح الناس يا دكتور. يا عمي الهادي الهاتف ليبيا والتتيتا وعنوا على الباقات والنت وتخفيض، أمتى يبدو؟ هاتف ليبيا بدت اليوم. والالتتي حتى يبدو اليوم. مازال عندنا زوج شركات مانيش عارف قصتهم كيف يعني.
لتوضيح لتواصل المدار الجديد والبيانة. يقول نبكم توجهوا كلمات الأمهات مخلين صغارهم من الصبح للعشية يهيجوا في الشوارع، ورب يحفظكم أم عبده. صحيح مدرسة ما فيش، وتقول له برا امشي، وانت بعتي فيه برا الشارع. هو القضية تلقاه رافع والده يدهور بيه في وسط الأماكن المزدحمة. هذه شبحناها رأينا بأم عيوننا يعني. أنت الغرض من قفل المدارس مش بتدهور بصغارك، الغرض هي إلزم بيتك. وراه منتزه باب البحر فيه ازدحام كبير، إن شاء الله يكون مسكر يعني. المفروض كل المنتزهات تكون مسكرة. حكم بيان المجلس الرئاسي. وين رجال الأعمال والشركات الخاصة اللي تحصل على اعتمادات؟ نتمنى توثيق الشركات اللي تساهم في هذه الأزمة والشركات التي ساهمت طبعا نعطوها حتى نجمة فضية. اذكرونا التجار المعروفين بالأسماء شنو مساهمتهم في هذه الأزمة؟ هذا دورهم يا دكتور. كيف؟ في بعض الناس ساهموا على صفحات التواصل بكميات كبيرة من المطهرات والكمامات، بارك الله فيهم، والقفازات يعني مبالغ ضخمة. لكن عامة الناس يشكوا من ارتفاع أسعار السلع التموينية والدواء يا دكتور. دواء وحتى بتاع التعقيم والكمامات. قالت زوجي مروح لي 5 أيام من تونس وما فيش أي أعراض، عادي نخلطوه ولا نخلوه بعيد؟ لا، مسكر أسبوعين 14 يوم. حطوه في دار وسكروا عليه، مدوا له الماكلة كان في روشن ولا على بعد 1.5 متر، مدي له بالمغرف فك الصنيع يشرب وياكل. لا، في طريقة سهلة، تحط الأكل فم الحجرة وتبتعد ويفتح الحجرة. وبعدين يفتح ياخذ الأكل لما يحتاج الحمام، بدي عليه الماء يخلوا له الطريق. حمام بروحه، ما فيش كل الحوش في حمام. احنا يا سيدي يخشوا بروحه، يخشوا في حجرة ويقول برا من الحيط الحيط. ايوه، بس يحافظ على أسرته. بالضبط، هذا صح. وراه في ليبيا كان الزوج أصبح حكي في حجز، ماذا بي ورد حتى الزوج تقول مع بعض. قالك في ليبيا هل في مستشفيات لا سمح الله تبتع عندنا هذا الفيروس؟ ان شاء الله لا، لكن لا سمح الله في حالات هل عندنا القدره على حجزهم وعلاجهم؟ والله توا فيه وزاره الصحه ولجنه الازمه في طور تجهيز مكان لاحتواء حالات ان لا سمح الله وجدت، لكن لحد الان ما فيش اي حالات سجلت لا هنا ولا حتى. طبعا تم تركيب جهاز في اخواننا في المنطقه الشرقيه. نعم. جهاز وبدون نعم. تحليل يكون على عين المكان. في البدايه كانوا يبعثوا لنا في العينات، لكن تو بدا على عين المكان يحللوا غادي عند الجهاز. كويس. فما فيش مشكله، المنطقه الشرقيه يحللوا غادي، المنطقه الغربيه يحللوا في المركز الوطني في طرابلس، فما فيش مشكله يعني. بعد الصلاه التزموا بقفل الصلاه الافراح. صال البارح في مكان ما سكروا مع الليل فتحوا، وطبعا الحرس البلدي لما سمع عن شيء موقف محرج، النساء ولابسين الزينه نتاعهم، واضطر ان يسكر بقوه القانون والتعليمات. فكيف صار هذا خالفوا نتاع الافراح؟ صلت افراح سمعوها بالشمع الاحمر اللي كان باش يلتزم. طبعا طبعا، ما عادش بمزاجك الان بتنفذ التعليمات. ما دام المسجد سكروه لازم تسكر حاجه ثانيه. والله ما فيش افضل من المسجد يعني. صح. تقول لا والله حازين، رد لهم الحجز. اصحاب الصلاه واخذين حجز، رد للحجز، مش تقول راح عليك. يقول مشاهد امي مصابه بالوباء الكبدي سي، شنو العلاج من الكورونا؟ ما ان تقييم الحاله، اذا كان الوباء الكبدي سي دخلها في ازمان او مرض مزمن لمضاعفات على المناعه، اي مرض ثاني فيروسي بيأثر له. بيأثر عليه. ايوه، فيجب تقييم الحاله يعني، ممكن تتعالج انت. تتعالج. اذا كان مش واصله مرحله التليف ممكن تتعالج يعني سهل. اي، تتردد عليه القسمه نتاعك. اي، ما فيش مشكله. ما. هذه عودتها ان ربي في الدجاج وخايفه من الفيروس، وقال لك للان ما فيش حالات. شوف طبيب بيطري وفي امراض اخرى. او شوف طبيب بيطري. ايوه. ما. اللي عنده يربي في اكرمكم الله حيوانات يشوف الطبيب البيطري. با هي ذكرني قبل النشرة. با نشوف في الرسائل اللي هي في إطار الموضوع. عندي ضغط وجيوب أنفية، هل أنا أكثر عرضة للفيروس؟ إذا كان الضغط نتاعك معدل ما فيش مشكلة، الجيوب الأنفية إذا كانت مزمنة بتأثر طبعا، لا علاقة بالأمراض التنفسية. يتابع علاجه حتى هو؟ يتابع علاجه طبعا، في أدوية تعطى باش على الأقل. نعم. كيف نراقبوا عمان المخابز؟ يعجنون في الخبزة غير بال مرات واقف. هذه تبي وقفة من جماعة الحرس البلدي والقسم التفتيش الصحي والمراقبة الدقيقة. وطبعا لابد من صحوة الضمير في الناس هذه.
الناس تشتغل هذه والموظفين والعمالة؟ نفس السؤال اللي بدنا به الحلقة نختمه به يا دكتور، وشرح لنا بالطريقة السهلة. بالنسبة للدكتور بشير، كيف يتم التحليل المشتبهين به المصابين بفيروس كورونا بالسرعة هذه؟ يا ريت يقولوا لنا الآلية، لأن مش معقول يطلع التحليل في نصف ساعة والدول المتقدمة علينا يقعد أكثر من يوم باش يطلع التحليل. تحليل البي سي آر أو الريال تايم بي سي آر، الجهاز الموجود تو حتى في كل العالم، من 3 إلى 4 ساعات تعطيك العينة. طبعا تعتمد على نوعية الجهاز المتوفر. الجهاز المتوفر عليه في المركز الوطني هذا العينات تنحط الساعة 11 مثلا أو الساعة 12، الساعة 3 الساعة 4 تكون النتائج موجودة. طبعا تعتمد حتى على حجم العينات. يعني احنا بنحطه بالكثير، يعني أكثر حاجة حطه في 7 عينات، لكن المناطق الموبايل يحطوا فيه بالمية، فبالمية بتعطل طبعا، أكيد بتعطل. لأن حسب الرنة اللي بيجروه، لكن احنا أكثر يوم حطوا فيه 7 حالات يعني. فتطلع فيه من 4 إلى 5 ساعات. وفي اختبارات سريعة في المناطق الموبوءة، يديروا في اختبار السريع هذا يطلع فيه 10 دقائق. نعم. زي بتاع التحليل الثلاثي هذا في بعض المساحات، الاختبار السريع هذا يطلع فيه أقل من 10 دقائق. يعني موثوق تحليلاتنا، واللي يقول يروح يروح بإذن الله. بإذن الله. ما فيش حد الآن في الحجر الصحي إلا اللي هم قالوا مقعدوا في حياشكم. أحسن حاجة الحجر الصحي في البيت، إلزم بيتك نظافة الشخصية، بس ربك يقينا شر هذا الوباء ان شاء الله. ان شاء الله بعون الله. اذا هاتف ليبيا شرعت من اليوم في فتح الهواتف المقفله بسبب الديون، باش تقدروا تتواصلوا بالهواتف. هذه بدايه طيبه. وايضا اعلنت عن خصم نسبه 50% من قيمه الاتصالات الصادره من شبكه هاتف ليبيا اللي هو الهاتف الارضي الى جميع شبكات الهاتف النقال، وخصم نسبه 50% من قيمه خدمات الانترنت اللي متعارف عليها بتسميه هانت. يعني بالنسبه للهاتف الارضي كانت الدقيقه لما تتصل به النقال 14 قرش، اليوم اصبحت 7 قروش 50%. في الليل كانت 10 قروش ولت 5 قروش. الجيجا كانت ب 150 اصبحت الان ب 75 قرش. والهواتف زي ما قلنا المقفله بسبب الديون فتحوها من اليوم، لكن اللي ما يجي هاتف ما يشتغلش لان له فتره طويله مسكر بالديون يحتاج الى صيانه. ال تي تي يقول الجيل الرابع باقه 35 ولا 25، ال 60 ولا 45، باقه مزازي ب 75 ولا 60، الدي سي ال الحصه 2 جيجا اصبحت 4 جيجا، والثلاثه اصبحت 8 جيجا، باقات 100 جيجا اصبحت 400 جيجا. طول الفتره نتاع الجانحه هذه اللي ان شاء الله تمر علينا بخير. لم أجد كلمات يا دكتور، كلمة شكر تليق بحضرتك وخاصة الإشادة من خلال المشاهدين. هذا أقل من مدير عام القناة يوجه لك أيضا تحية على التزامك في هذه المرحلة المهمة، وهذا يسجل لكل دكتور يحضر معنا. وأرجو من الدكاترة اللي تخصصهم زي الدكتور بشير يتعاونوا مش معنا احنا، مع كل وسائل، وهذا دوركم. لكن اللي تبعت لي يقول لك اعذرني، علاش نعذرك يعني؟ كيف نعذرك؟ احنا كنا مسيبين أسرنا لهذا التوقيت هذا 12 إلى 5 دقائق وجايين ساعة، ولما عرفنا الرسائل سمعنا المهندس وسام فرحات مدير عام قنوات ليبيا الرسمية قال لا زيدوا مددوا، هذا مصلحة الناس، أقروا أسئلة الناس والموظفين اللي موجودين معنا واللي يطلعوا الصبح يتابعوا في التغطيات. خير هذا ما قالوش احنا كيف ولا نعتذروا. هذا عمل يهم الليبيين، كل الرسائل تشيد بهذه المساحة، وقالوا بارك الله فيكم، وخاصة الدكتور بشير كلامه مطمن بعد القنوات مع احترامنا للكل، قال لك كلامه ميراش، كل حد وطريقته وخبرته في هذا المجال. كل شكر لك يا دكتور. شكرا لله. وراه ما زلنا نحتاجوك. ما عندناش اي مشكلة. ولازم تخصص لنا وقت، لان الناس ارتاحوا لك. عندك قبول عند الناس وطريقة الشرح وطمأنين الناس، هذا اللي بحثوا عليه الناس الان. ما عندناش اي مشكلة. بارك الله فيك. كل الشكر لزملائي. الشكر ايضا موصول لمدير القناة المهندس وسام فرحات. الشكر لكل من تواصل معنا بالرسائل. نبي نقول لكم باش ما يلوموش علينا عدد الرسائل الان اللي ما تمكناش نقروهم، الان مازال لنا 362 رساله. بالله ما تتهمونيش، يعني نضايق من حاجه واحده، نروح يبعثوا لي يقولوا لي انت ما تبيش تقرا رسالتي. لا، اللي هم 362 ما وصلتش فيهم، اللي قبلهم قريناهم، نحتفظوا بهم، والحلقه القادمه ان شاء الله نقروهم لكم. نذكركم غدا الخميس ان شاء الله تكون في عوده شبه لمسات الخير. الحلقه خاصه فيها حديث مهم لزياده المتقاعدين بعون الله، حيكون معنا الدكتور الصغير القماطي وعندنا بعض التقارير، فانتظرونا بعون الله. نشكركم جميعا.
وتصبح دائما بخير.